أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة برنامجكم الأسبوع الرياضي، برنامج الجماهير. عودناكم كل أسبوع نطلع عليكم الساعة 10:30 مساء بتوقيت دولة الكويت حتى الساعة 12:30 من صباح يوم السبت، نناقش أهم القضايا الرياضية سواء كانت محلية أو عربية وكذلك دولية. قبل نبدأ يعني موضوع حلقتنا اليوم، حابين في بداية الأمر نبارك لأزرق الناشئين هذا المستوى الرائع والانتصار الثالث المميز في التصفيات الآسيوية، وإن شاء الله يعني نشوف ان منتخبنا يخطو خطوات ثابته ان شاء الله بالوصول الى نهائيات كاس اسيا، ونتمنى طبعا المنافسه في كاس اسيا وليس فقط الوصول. كل شكر يا شباب ويا ناشئين المميزين، ونبارك ايضا لازرق الصالات اللي الامانه يعني يبدو بان تقريبا يعني يسير بقوه حول الحصول على اول لقب لاول بطوله خليجيه لكره الصالات. مبروكين يا ازرق الصالات على هذا الانجاز المميز، ونهايه نبارك لعبد الله المزين حصول على ميدالتين في البطوله العربيه للاسكواش وهو افضل اللاعبين المصنفين في اسيا. اتمنى التوفيق لعبد الله المزين ولجميع نجوم الامانه للعبات الجماعيه وكذلك الفرديه. موضوع حلقتنا اليوم راح نتكلم يعني بشكل تفصيلي، وجهات نظر تتعدد ما بين الضيوف ما بين المستضيفين المختصين في هذا الشأن حول مرسوم الرياضة. هل نحن بحاجة لمرسوم الرياضة؟ ما هي السلبيات؟ ما هي الإيجابيات؟ أي يحتاج المرسوم الرياضة إلى تنقيح أو تطوير؟ وكذلك مشكلة بقاء إدارات الأندية ما بين الحل من عدم الحل، مشكلة مجالس إدارات الأندية في إقرار هذا النظام الجديد بالتعاون مع الهيئة العامة لشباب الرياضة، ما هو السند القانوني؟ وجهات نظر مختلفة. طبعا نمسي أول شيء على أخونا عضو الجمعية العمومية في النادي العربي الحالي وعضو مجلس إدارة السابق السيد جاسم عاشور، أهلا وسهلا فيك أبو محمد معنا في البرنامج. وكذلك على الطرف الأيمن رئيس القسم الرياضي في جريدة الجريدة الصحافي والزميل عبد الكريم الشمالي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كذلك دكتور صقر ملا محل البرنامج، أهلا وسهلا فيك يا دكتور. يعني قبل أن يعني نبدأ هذا الحوار وأخذ وجهات النظر المختلفة والمتفقة في داخل استديونا، لدينا تقرير عن موضوع الحلقة ومن ثم نعود. قبل أن تقع الفأس بالرأس، حذر الدكتور حمود فليطح من أزمة رياضية جديدة مقبلة على السطح إذا لم يتم تداركها خلال الفترة المقبلة. طلعت في لقاء بتلفزيون الكويت بعد صدور المرسوم تقريبا أسبوعين ثلاثة، ونبهت على هذه المشكلة، قلت إن في مشكلة مستقبلا راح تحدث، ولكن تدري في ذيك الفترة الناس تنطر للمشكلة تصير. اليوم بالمرسوم الحالي اللي صدر تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية على أن تتضمن هذه النظم تحديد، شوف شعطوا الأندية، تحدد مدة عضوية مجالس الإدارات، طريقة إجراء الانتخابات وتحديد موعد إجراءها، ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية. يفترض أنا أعتقد، وهذا الكلام اللي احنا قلناه، أن تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما توافق مع الميثاق الأولمبي بإشراف الهيئة العامة للشباب الرياضة. إحنا بس مشرفين لا أكثر ولا أقل. إنما إذا تخليه بهالطريقة اليوم، يعني أنا متأكد في مشكلة راح تصير بهالأمر لما يوضع نظام أساسي حسب المرسوم، إنه لازم يعرض على الجمعية العمومية. تمام؟ الجمعية العمومية يدرون الإخوان. قولوا لي مرة في جمعية عمومية انعقدت سواء عادية أو غير عادية، لأن علشان تعقد جمعية عمومية عادية تحتاج 50+1، إذا جمعية عمومية غير عادية تحتاج 2. لنفرض نادي السالمية اليوم عدد جمعية العمومية 15,000، إذا تسوي جمعية عمومية غير عادية تحتاج إلى النص 7,550. نعم. وغير عادية تحتاج إلى 9,000. نعم. شلون تجيبهم عشان تنظم هذا الشيء؟ ما لمسنا يعني الحقيقة من الإخوان، إنما إحنا يعني خلينا نقول عندنا وقت الآن، إحنا ممكن نلجأ لفتوى التشريع، يعني ممكن نستأنس برأي معالي الوزير الآن، عندنا الشيخ سلمان يعني هو يعني خلينا نقول المظلة القانونية لنا وهو المسؤول علينا، فبالتالي أتوقع يعني إن اللواء فيصل يعني بادر في هذا الأمر. الأزمة الجديدة في المادة الخامسة من القانون 26 من مرسوم الضرورة، موضحا أنه إذا لم تجد الفتوى والتشريع مخرجا لها ستكون الأندية الرياضية محلولة بحكم القانون. احنا بدأنا نحس بالمشكلة لما يعني طبعا لما الاتحادات اللي هي كانت سباقة في تغيير أنظمتها ما حسينا المشكلة. ليش؟ لأن جمعية العمومية موجودة اللي هي الأندية 15 نادي، إنما الآن في عشان تشهر نادي أو تعيد إشهار نادي، طيب نظام اللي هو عامله في يعني لا جمعية عمومية اعتمدته ولا جمعية عمومية غير عادية اعتمدته ولا عنده مرجعية، شي يسوي؟ راحوا الاخوان اقترحوا ان يكون هناك 5
من أعضاء الجمعية العمومية يقومون بمثابة الجمعية العمومية يعتمدون النظام. هذا إجراء إحنا تحفظنا عليه كهيئة. فليطح سبق الجميع وأعلن عن هذه الأزمة لتلافيها قبل المهلة المحددة من خلال مذكرة رفعها للمدير العام، وحتى تخلي الهيئة مسؤوليتها مستقبلا. حسب نص القانون في 29/11 إذا لم تشر الهيئة النظام لأي نادي من الأندية تجمد أنشطة الثلاثة أشهر، وأعتقد كلكم عارفين شنو معنات تجمد أنشطة ثلاثة أشهر، معناته أنه يعني لا يصرف عليه شيء، لا يعتبر أنه يعني نادي خلينا نقول قاعد يزاول نشاطه، وإذا لم يستطيع خلال ثلاثة أشهر يعتبر بحكم المحلول النادي. فليطح رمى الكرة في ملعب الفتوى والتشريع ووزير الشباب لإيجاد مخرج قانوني يجنب الأندية الرياضية حلا جديدا والتحرك بشكل جاد قبل 29 من نوفمبر المقبل. الدكتور حمود فليطح يحذر من أزمة جديدة على الرياضة الكويتية ويطالب بحل سريع قبل تعرض الأندية الرياضية إلى حل جديد. أحمد العنزي، الرأي. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، هذا كان التقرير الخاص عن موضوع الحلقه بان يعني برايي الدكتور حمود فليطح بان هناك مقبلين على ازمه في الرياضه الكويتيه خصوصا من تنظيم الجمعيات العموميه، وهو احذر عنها وهذا وفق وجهه نظره. انا ابدا مع الرياضي جاسم عاشور الجمعيه العموميه عضو مجلس الاداره السابق. اهلا فيكم محمد، نعيد الترحيب. ابو محمد، يعني حتى نبدا الموضوع يعني بوضوح، هل كنا بحاجه الى مرسوم ضروره بالرياضه؟ يعني التنظيم السابق الموجود في رياضتنا وقانون 42/78 ومن ثم عدل على 5/2007، هل كانوا بحاجة إلى تعديل إلى تطوير المرسوم الحالي عالج الأمور هذه؟ نعم، إحنا بحاجة بسبب واحد. إحنا بالأول كنا نطالب بهيئة رياضية ونكون تحت منظومة جديدة مستقلين، لكن من حطوا أنشأوا الهيئة شفنا البلاوي. ليش؟ البلاويات من مدراء الهيئة، كل مدير بالهيئة يبي يمشي رياضة على هواه على حسب رأيه الشخصي، مو رأي مجلس إدارة الهيئة. يحطون رأي مجلس إدارة على طرف وهو يمشي رياضة برأيه الشخصي كرئيس مجلس إدارة. هو كرئيس مجلس إدارة لازم يطبق قرارات مجلس الإدارة. إذا أنا أبي شيء لازم شيء بيطبق لازم أودي مجلس الإدارة وبعدين ينفذ قرارات مجلس الإدارة. بس طيب محمد، إذا مجلس الإدارة ما قاعد يحاسبه شلون؟ منو؟ مجلس الإدارة راضي بهالأمر ولو كان بيحاسبه كان حاسب دليلك كان حاسبه وسحب التفويض مثل ما سحب التفويض الآن. هذا الصح سووا. لا قاعد أتكلم عن فترات السابقة. من قالك عنده تفويض من السابق؟ شو ما عنده تفويض؟ ما عنده. لا موجود تفويض. انا اقول لك ما عنده ابدا. لا موجود المثال. في 2009 كان موجود تفويض للوام تبعته. انت بتعرف عنده ولا ما عنده؟ انا اعطيك. يلا انا اقول لك ما عنده. شنو مشكلته مع خالد الغانم؟ شنو المشكله؟ مشكلته مع خالد الغانم، وخالد الغانم رافع عليه شكوى عند الوزير. ليش؟ لان خالد الغانم يقول احنا ما فوضنا. من وين التفويض يروح يتكلم؟ وش يسوي مدير الهيئة؟ كل واحد ضده ما ينادي حق اجتماع مجلس إدارة. يوم صار بعدها بعد هاي الشكوى اللي قدمها خالد غانم للوزير ما نادى الاجتماع اللي بعده. زين محمد، احنا نتكلم عن الموضوع بس ابي المرسوم شنو دخل الهيئة فيه؟ لا ها؟ المرسوم ايه؟ مو لا مدير الهيئة يجيبه ولا مجلس إدارة الهيئة، المرسوم يأتي من الحكومة ترفع إلى سمو الأمير وسمو الأمير يطبق المرسوم. أنا مع المرسوم، قلت لك أنا مع المرسوم، لكن مدراء الهيئة ما يطبقون القانون. أنا أعطيك مثال. أنا جميع المدراء جميعهم أنا تعاملت وياه من خالد الحمد نعم إلى بعد خالد الحمد شيخ فهد مبارك أحمد فهد شهرين وصار وزير. ما طول أحمد فهد عشان واحد أي هيئة تعامل وياه. شهرين وصار وزير. يه بعدين فهد اليابر يه فؤاد الفلاح، نعم. يه بالأخير شو اسمه كلهم يمشون على حسب مزاجهم ومزاج مجلس الإدارة. وتعني أنا أعطيك أمثلة كثيرة مع خالد الحمد، مع فؤاد الفلاح،
مع فهد اليابر مع الجزر. أن تصبح حالات فردية هم اللي قرارات فردية، وهذا غلط اللي عملوه الحين مجلس إدارة الهيئة، هذا الصح. ترى سليم قرار سليم، وأنا في غياب الرئيس يعقدون يعني هم مو قاعدين بس كذي. أنا كلم كذا أول كلمت أعضاء مجالس الإدارات أيام الرؤساء المدراء السابقين، ولا يبيدهم شيء ولا يدرون عشان. بس سؤال أبو جوهر بس عشان أوضح، لأن في نقطة قالها أبو جوهر، مسألة أنه ما عنده هو تفويض، لا بالعكس، في 2009 مجلس الإدارة اللي كان طبعا برئاسة فيصل الجزاف، وكان موجود معه سليمان العون، عبد الوهاب البناي، سعادة وزير التربية نايف الدكتور نايف الحجرف، يعني كان في هذا المجلس تم تفويضه. فوضوه بعدين انتهى القرار، انت فوضوه بصلاحيات إدارية ومالية. انت ضد التفويض، تبي ان العمل لا ضد التفويض، لا ضد التفويض، انت ضد التفويض، لكن انت تقول ما اعطوا تفويض، هم اعطوا تفويض. انا اقول لك هذا فردي، انت الحين تأيدني أن مدير الهيئة عنده تفويض إلى نفس الأيام، بس أيام المجلس هذا الأخير الثاني اللي شال المجلس ما عنده تفويض. هذا كان الخلاف، وإلا المجلس الحالي اللي موجود ما كان قدم هذا المقترح بسحب بإرجاع صلاحيات ما عنده شنو مشكلة اللي رافعها عيل خالد الغانم إلى الوزير، يقول ما فوضنا، يقول ما فوضنا. وهذا واحد. اثنين، اجتماع اللي بعده ما دعا. ممتاز، هذا هذا امر ثاني ابو محمد، عرفت امر ثاني، عرفت عرف ريال يتصرف على كيفه، تقول شركته. ممتاز، احنا عرفت معاك مجلس اداره ما تعد. ممتاز ابو محمد، شركته كان عنده تفويض، انت ضد التفويض، انا ضد التفويض، والاخوان اللي سووا الان. ممتاز، نشرك عبد الكريم الشمالي. يا عبد الكريم، اذا ودك تنطلق من نقطه التفويض، او اذا ودك تتكلم عن مرسوم الضروره بشكل اشمل. انا بالنسبه لي هذا امر ثانوي. يعني في ان احنا نتكلم ان هل هو عنده تفويض ولا ما عنده تفويض، ولا يتصرف مجلس اداره، هناك مجلس اداره يستطيع ان يحاسب رئيس مجلس اداره مثل ما حصل الان في موضوع خالد غانم. معروف شنو الدوافع وشنو هذا، ما بيضيع. انا خالد يعني غانم يقول انا ما فوض الرئيس خالد الغانم شخص واحد. زين، المجلس الإدارة يتكون من أكثر من 15 شخص. نعم. الكل ما ادعى هذا الادعاء، ولو كان هذا الادعاء صحيح كان على الأقل الآخرين قالوا هذا الكلام. محمد، ما يهم المجلس الإدارة، ما يهم. يعني أبو يوهر، إحنا جايين نتكلم عن موضوع ممتاز، كنا بحاجة لمرسوم ضرورة. إحنا الآن كنا بحاجة لمرسوم ضرورة. أنا أعتقد بأن مرسوم الضرورة هذا يعني هو مرسوم فوضى ومرسوم معيب، وما كنا احنا بحاجة له، ولا الرياضة بحاجة له، هم كانوا بحاجة له. من هم؟ من عمل على ان يأتي فيه وضغط على التعديلات هذه اللي في النهاية ادخلتنا الان في فوضى لها اول ما لها اخر، هو اللي كان بحاجه الى مرسوم ضروري. الحكومه من يقدر يضغط عليها؟ الحكومه مرسوم اميري، رفعت مرسوم اميري وتم تنفيذ. الحكومه من يقدر يضغط عليها؟ هي حكومه الكويت هذه، كل خمس نوارات انفارها الايام شو اسمه يضغط، يسوون لوبي ضغط على الحكومه. الحكومه من يضغط عليها؟ من يضغط؟ حكومات الكويت المتعاقبه، ها، اكثر حكومات بالعالم واسهل حكومات ينضغط عليها. لو اثنين يطلعون يصارخون يغيروا لهم اليوم. يعني الحكومه غير مقتنعه بمرسوم ضروره، توقع انه فرض عليها يعني من جماعات معينه في الحقل الرياضي. وانا اقول انت رايك كذي يعني. مو انا، ترى حقيقه. لا مو رايي، ترى حقيقه. لا مو رايي، رأي هذا راي رئيس الوزراء، سمو رئيس الوزراء قال هذا هذه التعديلات. نعم. لي ذراع زين، فمو عبد الكريم الشمالي اللي قاعد يقول. وشنو خطوة رئيس الوزراء للتعديل أو للتطوير؟ التعديل ما عمل شيء رئيس الوزراء. التعديل اضطرت إليه الحكومة يعني تجنب إجراءات معينة تجاه الرياضة، ولإرضاء الشارع الرياضي اللي أصبح. ممتاز. شنو سلبياتك؟ شنو سلبياتك عليه؟ إذا أنت من البداية قلت لنا يا عبد الكريم أن هذا في سلبيات، وهذا أدى لفوضى في الرياضة وما طورنا، شنو السلبيات؟ أولين يعني الفوضى اللي اليوم احنا قاعد نعيشها، اللي تكلم عنها دكتور محمود فليطح. نعم. ما في دولة بالعالم ولا حكومة تحترم، يعني الدولة اللي تمثلها في العالم تقبل
أن تغل إيدها عن مؤسسة تابعة لها داخل الدولة، نعم، وتسلمها لبعض الأشخاص يلعبون فيها وفق هواهم، وبالتالي يدعون بأن لا يحق للدولة محاسبتهم. اليوم احنا المادة 5 من القانون مادة واضحة، نعم، تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية ولوائحها، على أن تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الإدارات وطريقة إجراء انتخابات للعضوية وتحديد موعد إجراءها، ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. نعم. يجب أن تعتمد من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. ماشي. ممتاز. طيب هذا الكلام اليوم صار في أغلب الأندية والاتحادات. جت الجمعيات العمومية وعملت. لا لا مشوا بالخطوة الأولى. زي. اللي هي دعوة. عملوا أنظمة أساسية. ممتاز. شكلوا لجان في 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 أندية أو اتحادات ارتأت أنها هي ما تحتاج تعدل، فأبقت على نظمها الأساسية. لكن ال 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 المادة الأهم في هذا القانون مو هذه المادة. المادة الأهم في هذا القانون شروط الإقرار. طبعاً. نعم. أنت المادة واضحة جداً تقول تعتمد هذه النظم الجمعيات العمومية. نعم. معروف أن 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 الأنظمة لما تعتمد من الجمعيات العمومية تعتمد في جمعيات عمومية غير عادية. غير عادية. والغير عادية تحتاج إلى ثلثين الأعضاء للحضور. الله يرحم والديك. ممتاز. زين. المادة 35 شو تقول؟ اللي حذر منها دكتور فليطح. نعم. على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه، وأن تتقدم للهيئة العامة للشباب الرياضة حتى للتسجيل والشهر. نعم. وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوفي الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور يعني سنة، نعم، توقف كافة أنشطتها الرياضية لمدة 3 أشهر. نعم. فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون. بقوة القانون، مو مجلس إدارة الهيئة يحلها، مو محمود فليط يحلها، مو الجزاف، نعم، اللي 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 عنده ولا ما عنده تفويض يحلها، القانون يحلها، قوة القانون. نعم. يعني باي ديفولت انت. نعم. بعد يعني الأندية مهددة الآن، تراها مهددة رسمي مع اقتراب المدة 28/11 بدون شك. وهذا ببساطة شديدة، لأن نقول لما نقول هذا قانون فوضى، هو قانون فوضى، لأن هذا قانون ما في مرجع. ممتاز. خلينا نشوف رد محمد. محمد، يعني أنت من الناس اللي ذكرت أن الهيئة الآن في الوضع الحالي هي اللي سوت لنا المشاكل، هي اللي قاعد تختار المشاكل. تقدر بدون ما تيل الجمعية العمومية بالثلثين أن الهيئة اللي تقدر تشركم. أنت على إيش استند محمد؟ أنا أعطيك، إحنا الحين نظام الحالي الموجود، نظام الحالي شلون انشهر؟ نظام الحالي احنا موجود، هل اعتمدت الجمعيات العمومية الغير عادية النظام الحالي؟ ايه الحالي الحين احنا تحت مظلة الهيئة. تقصد لحد الان عدل؟ نعم. احنا الحين من اشهر هذا النظام؟ خلنا النظام المرسوم الضرورة، من اشهر؟ الدولة، شخص واحد، وزير، رئيس الهيئة، رئيس الهيئة، مدير الهيئة، مدير العام. نعم. اللي عنده تفويض سوى جمعية عمومية غير عادية مرتين. ممتاز. عدل؟ ممتاز. بعد ذلك الهيئة اللي أشهرت النادي، لأن حسب القانون يرجع للهيئة. وهذا أي قانون؟ ها؟ أي قانون؟ المرسوم اللي احنا فيه الحين القانون اللي احنا فيه. لا تقصد 42/78 الأندية تابعين احنا. اي انت جاوبني في حاجة ستك. لا لا قاعد اقول له لحظة خل ابي اسمع. هو يعني احنا الحين متابعين للهيئة. النظام الحين احنا موجودين فيه خل مرسوم ضروره الانديه الحين. ايه؟ من تابعين؟ تابعين الهيئه طبعا. زين، منو اللي اشهر نظام الهيئه العامه للشباب الرياضه؟ شخص واحد. بغض باي طريقه؟ سؤال لا نفس كلامك، باي طريقه؟ باي طريقه انشهر؟ دعوه جمعيه عموميه غير عاديه اول مره، ثاني مره بعدين رحنا للهيئه.
وقام الجذاب وفقي قانون اسمع في القانون هذا الجديد ويقصد انه ما زالوا هم دم مو مشهرين ما زالوا تحت سيطرة شهرنا الحين الأندية الحين ما نشهر من شهر النادي العربي الحين ما شهر الحين ما شهر ليش انا حسب القانون الحين انا اسوي اول شيء الجمعيه العموميه العاديه بالجمعيه العموميه العاديه ناقشنا الموضوع موضوع القانون الجديد قالوا نسوي لجنه قلنا اللي يبي يدخل لجنه حسب النادي ميسي النادي العربي سويتوا لجنه مطوله يعني تسعه تقريبا كانوا فيها نعم. اي واحد اول مره قدموا 11 بعدين اثنين ثلاثه مايو مو نعم. خمسة نعم. أنا أول مرة أسمع كلمة خمسة وسووا لجنة ما أدري عن هاللجنة الخماسية نعم. سوينا اجتمعنا بعد ما اجتمعنا وسوينا القانون نعم. اللي قالوا اقتراحات يعني أكو بعض الاقتراحات ما وافقوا على الجميع اللي أنا أطالب فيه مثلا أنا أتمنى يصير الانتخاب أن إحنا 11 الشخص اللي ينتخب أربعة فتصير كل القوائم تدش بالنادي وتمسك النادي المهم قدمنا كل اللي عندنا واللي قال بيحطون رسم للانتساب نعم. 60 احنا العرب بغينا ننزله بغينا نخلي 50-30 نعم. بس خلينا قلنا بما ان الهيئة هي حاطة 60 وتبي 60 حطينا مثل ما هو نعم. الجمعية العمومية واللي يديرون النادي اللجان سويناهم 200 واحد ليش سويناهم 200 انا اعطيك احنا بجمع انا كل جمعيه عموميه اقدم اقتراح كل جمعيه عموميه اقدم اقتراح بعد هذا يعتمدون الجمعيه العموميه وين يروح من ينفذه لازم مجلس اداره نعم مجلس اداره وقرارات مجلس اداره اقوى من قرارات الجمعيه العموميه اقوى من مجلس اداره ملزم المجلس اداره من يراقبها نعم الهيئه الهيئه عطني قرار واحد من القرارات اللي أنا قدمتها ووافقت عليه الجمعية العمومية أن الهيئة ألزمت مجلس الإدارة أبو محمد خلني أقول لك عمي تفضل عشان أبين لك أنت الآن تبي رأيك يمشي ولا تبي تعرف رأيي أول حين ما عرفت رأيي خلني أكمل رأيي يعني أنا عملت يعني اجتماع جمعية عمومية اجتماع جمعية عمومية يدير الرئيس النادي الجمعية العمومية العالم قاعدين كلهم شاف الأكثرية ضده قام طق ومشى اللي حدثوا للنادي العربي تقصد جمال كاظم يعني؟ نعم جمال كاظم أنا بقول لك بس سبقتني احنا جمعية عمومية وبنصوت وناقشنا شنو سووا لها عطني شنو سووا لها سوى حق جمال ترى ان الهيئه ما تحل تربط ولا الحي شلون طالبهم بالاشاره انا اقول لك الهيئه حسب المدير انت شلون طالبهم بالاشاره انا اقول لك حسب المدير حسب مدير الهيئه حاليا حسب انا اعطيك مثال ثاني احنا اجتمعنا مع الجزار جاسم السبتي مرزوق غانم انا احمد العمران تقريبا 9-10 نعم ما احفظ الاسماء كلها قلنا له هاي الانتخابات باطله لاعبين ممنوع ينتخبون بالعربي بالسابق اللاعبين ينتخبون الآن لاعبين ما ينتخبون أعطينا أسماء قلنا هاي الأسماء كل لاعبين كلهم دشوا انتخابات النادي العربي وهذا الحين مديرهم موجود شو اسمه أحمد عايش وذي كلهم موجودين قلت له خليه يروح يتأكد الحين وفعلا قال شنو هذيل جزاف ما قصر ودزه وشاف وقال نعم كلهم لاعبين ومسجلين بالعربي قلت لهم كلهم دشوا انتخابات وانتخبوا اي موضوع في الكويت تروح حق واحد مسؤول يقول خل نحول الفتوى او سوي لجنه او ندرس الموضوع اعرف انت شنو دخل كلامك هذا الان في اللي قاعد نقوله عن القانون شنو دخلني؟ أنا قاعد أقول لك دخل أنت كلامك هذا الآن أنت أنت تبي أن الهيئة هم يديرون لنا حتى الآن إيه؟ أنا أقول أبي مجلس إدارة الهيئة وإحنا كلنا ما عندنا خلاف أبدا في هذا ها شو ما لا 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 أبدا أنا أنت شنو اللي تبي؟ الحين أنا الحين ما نشهر وبعدين نقطة الجمعيات إحنا
نرجع للجمعيات العمومية. اللي الجمعية العمومية شخص ولا اشخاص معين. أنت احنا أنت لازم سهل. انت طلبت ان تقول رايك في الموضوع حق عبد الكريم حتى تبي يسمع رايك. انا ان شاء الله انت ترى شنو الحل. انا الحين انتم الجمعيه العموميه ما يبتوا الثلثين، شلون نقر نظامكم الاساسي؟ هل رقم هذا انت الحل بدال الثلثين اسوي عدد معين معقول تعدل القانون. ايه حد الحين هذا شنو كله احنا اللي بنوصل له الحين نقطه معينه. اولا انا اذا انت تبي تسولف على ان الهيئه مقصره، انا قاعد اقول لك لا مو مقصره. لا مقصره، لا الهيئه تدار من المدير فقط. لا تدار من المدير بتفويض ابو محمد. لا لا ماكو. لا لا شلون ماكو تفويض؟ في 2009 تم التفويض. اقول لك انا سال اعضاء مجلس اداره مو خالد. لا تخل خالد الغانم. مو خالد الغانم انت قاعد ويا اثنين ثلاثه انا سالهم. لا احنا مو مفوض. لا لا ابو محمد انا عفوا انت الحين لو برجع لك على اللقاء انت قلت لي ولا مدير عام عنده تفويض. لا 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 اقول لك لا لا لا, 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 لا. شنو ابو محمد قول. انا ما عندي ولا مدير عام عنده تفويض. تفويض انا اللي ادري شوف عملت. قلت لك ابو محمد فيصل جزاف كان عنده تفويض ولا ما كان عنده تفويض؟ انا اللي عرفته من اعضاء مجلس الاداره ايه؟ واحد اشتكى عليه انه ما عنده تفويض. زين انا بقول لك على هذا الشكوى رقم واحد. واتمنى رقم واحد. لا لا بالعكس اتمنى يتصل واحد منهم يسمعنا. بالعكس لا بالعكس الداخل عشان نستفيد. لكن انا بقول لك شغله ابو محمد، في 2009 اخذ تفويض الجزاف فيصل الجزاف رئيس مجلس الإدارة أخذ تفويض. دكتور مو طلبت التفويض الآن. دقيقة. هو عنده رأي إنه يقول الآن لازم الهيئة تشهرهم حتى لو ما يبغوا ثلث الأعضاء. بوجوهر. هذا رأيي. شنو ردك على نقطة نقطة بوجوهر لأن النقز. هذا شنو مكتوب؟ هذا اللي شهر مجلس الإدارة العرب اللي تحت مكتوب. سؤال. جريدة الكويت اليوم. اللي جزاف موقع. نعم رئيس مجلس الإدارة مدير عام. شنو كاتب فوق؟ هيئة الشان عام الشباب الرياضة. الخطوات. لا لا هذا الحين خلى ابو محمد سوي جمعيه عموميه غير عاديه وسوي جمعيه غير عاديه وبعدين منو الشهرة الاعتماد الاعتماد وبعدين تعرف دكتور شنو ردك على نقطته ممتاز. إيه انا قاعد اقول لك في 2009 كان هناك تفويض انتهت المساله، رجعنا الى المجلس السابق كان هناك اشكال يقول التفويض بعد مجلس ما يرجع له ماشي شو؟ بعد مجلس اخر غير المجلس اللي كان موجود فيه سليمان العون استاذ سليمان العون عبد الوهاب بناء يقولون في المجلس القادم اللي بعده يروح التفويض. لكن في النهاية أصبح الحين المجلس الأخير هذا سحب هذه الصلاحيات رد أو بمعنى أصح أخذ الصلاحيات رجعها. أنا قاعد أقول لك أنت قاعد تقول لي هل هي مقصرة؟ لا أنا أقول لك مقصرة الهيئة. من صدر القانون في 29/11/2012 مرسوم 26/2012 من صدور القانون عطني أنت دكتور حمود فليطح طلع خرج في المؤتمر الصحفي في شهر واحد ووضح الأمور ما هو فقط في المؤتمر الأخير لكن أنت عطني مجلس إدارة الهيئة اللي موجود فيه الأخ العزيز خالد الغانم. فالأخ خالد فراج الحين لما يطلع خالد الغانم اسمه خالد الغانم ونعم خالد نعم فراج إيه مو خالد قلت خالد الغانم احنا قاعد نتكلم عن خالد الغانم خالد الغانم مو موضوعنا يا دكتور فعموما خالد هذا خالد الغانم ونعم انا الكويت ونعم قاعد اقول لك خالد فراج عشان الناس تعرفه شوف محمد فراج عمي خالد محمد شوف قاعد خالد فراج خلاص مو قضيه لا عشان يقول خالد فراج عشان الناس تعرفه فعموما لا ما تحرك احدهم لا عشان يميزونه ابو محمد فعموما خالد فراج ما طلع ولقى حل لهذه المشكلة. أنا قاعد أقول لك في قرار أشهر في قرار رقم 157 سنة 2013 هذا الحين المفروض أن اللي شرح للمادة مثلا أربعة اللي هي تقول أن تضع يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار يبين شروط وإجراءات تسجيل تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية. نعم اللي هي كانت نقطة الخلاف عليها أن والله الهيئة لها حق أن تحط شروط وإجراءات. نعم لي مثلا انه ما تصير فوضى في الانديه انه نعم. كان انا احط نادي 1000 دينار فضلاً. نعم صار الشيء هذا العضويه طلع لك القرار 157 سنه 2013 شنو القرار؟ انا بقول شغله واحده منها يشترط لتاسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضيه اولا الشروط الخاصه بشهر الانديه رقم واحد الا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن 50 عضو من الكويتيين حلو؟ من المؤسسين لما ترجع اجراءات التشهير الاشهار كشف من اصل وصوره باسماء المؤسسين ومهنتهم ومحل قامتهم وسن كل منهم ورقم الجنسيه زين بطلع لي انا على قولة سليمان العدساني استاذ سليمان العدساني مسي عليه بالخير يقول معود القبور طلعهم من قبورهم ونطلع عناوينهم جي ف
فانت فهمني يعني انا بالسابقين بالضبط. فانت يعني هذا انا الحين بدل ما انا القى بمجلس اداره الهيئه السابق بدل انا ما القى حل لهذا المشكله. ممتاز. انا عندي طريقه اهم لان هو لا 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 عنده وجهه نظر ردوا عليها يا جماعه. لا لا خلا انا ايدك هذا كلام ايدك بس من على دخلت موضوع ثاني. ما دخلتك هذا الموضوع عند الهيئه. هذا الاشهار ابو جوهر. لا يا محمد معلش معلش انا بقول لك شغله واحده. اي قانون من مجلس الامه او من مجلس الوزراء من مسؤول عليه طبقه يطلعه الهيئه. نعم. الهيئه هل نادت الانديه وشرحت لهم قالت لهم احنا الهيئه انطرت الى الحين باجي على الدكتور حمود. لا حذروكم كجمعيه عموميه ما حذروكم ولا حذروا احد. ابو محمد حذروا كتاب رسمي ماكو شيء اسمه حكي. لا لا انا دز كتاب انا هذا ونادي الانديه حتى انا طلبت من نادينا ان نادي الانديه ونقعد مع بعض ونتفق ونسوي شيء زين يليق باسم الرياضه الكويتيه. نعم. وباسم. نعم. الانديه. ما نبي نادي يطلب من العضو يبي ينتسب 150 دينار ونادي يطلب 200 ونادي. ابي منك ابي منك الحين ان شاء الله انا ابي عبد الكريم يرد على هالموضوع. انت في نهايه الامر تقول ان انتم اجتمعتم حاولتم حتى الجمعيات العموميه اذا ما جابت الثلثين لازم من الهيئه يشهرونكم بعدين يطبقوا القانون عليكم. طبعاً. هذا رايك. ردك على الرأي أبو محمد يقول أنه الآن في الوقت الحالي إحنا اجتمعنا كجمعيات عمومية ما يبنى العدد مجبورة الهيئة الآن تشهرنا حتى تطبق علينا مرسوم الضرورة. يقول دام أنه ما شهرتنا إحنا لحد الآن على القانون القديم. رأيك نفس المرسوم اللي عندك. أبو محمد شرق وغرب فينا ودش فينا في مشاكل المشاكل مع النادي العربي كنوع من المشاكل مع مشاكل. أنا بالقانون أنا سمعت تفضل ببساطة شديدة المرجعية في النهاية هي القانون عدد. ومحمد لما تكلم وضرب الأمثلة عن عدم تدخل الهيئة وعدم يعني أخذ حقه من الهيئة وفق ما كان القانون يعطي للهيئة حق السابق. نعم يعطيها القانون السابق. نعم. الآن القانون متى يتطبق؟ بعد ما يطلع في مرسوم ويشهر في وينشر في الجريدة الرسمية. نعم. يعتبر القانون ساري إلا في بعض القوانين يعني يكتب في الديباجة مالتها بأن من بعد شهر من بعد شهرين تحدد مدة تنفيذه. نعم. هذا القانون أصبح ساري. نعم. نشر وأصبح ساري. إذن علينا أن ننسى جميع القوانين السابقة ونعمل وفق القانون الحالي. انتهى موضوع قانون 78 قانون 2007 42 على 78 وخمسة 2007 كل هذه انتهت. الآن إحنا عندنا قانون 26 ل 2012 هذا القانون هو المرجع. نعم. هذا القانون يقول إنه الأندية عليها أن تقر أنظمة أساسية عبر الجمعية العمومية وبعد ذلك ترفعها إلى الهيئة. تعتمد أنا كهيئة. زين الهيئة دورها تعتمد هذا القانون أو لا. زين. طيب إذا الأندية ما أقرت ما قدرت تقر نفس ما صار مع العربي. مو بس العربي. مو بس العربي. كل الأندية ولا واحد راح يقر. يعني يمكن بحكم الأندية المتخصصة اللي راح يكون فيها عددها يعني قليل أو الاتحادات مثلا عددها قليل أو الاتحادات. لكن الأندية الرياضية الأربعة عشر الآن اللي موجودة صعب ولا واحد فيهم راح يقدر يقر. لأن ببساطة ولا واحد فيهم راح يقدر يجيب الثلثين. يعني أنت معارض وجهة نظر أبو محمد أن الهيئة الآن تتدخل. أنا ما يحق لها تتدخل. ما يحق لها وفق القانون. ترى وفق القانون لا يحق للهيئة التدخل. حتى اللي قالها دكتور حمود فليطح قاعد يحذر يقول ترى اذا ما اقرت الجمعيات العموميه ما نقدر نسوي لكم شيء. وفق القانون ما اقدر اسوي وفق القانون. انت يعني منحل تعتبر منحل.
تجيب خمسه. مو صحيح، مو صحيح. شو مو صحيح؟ شو هذا مو صحيح؟ لما تشرني ابو محمد انا ما انشهرت، شلون تطبق عليه قانون؟ ابو محمد المفروض الهيئه، هاي الهيئه انا اعطيت كويت اليوم. نعم هذا الهيئه المادة واضحة ابو محمد. ادري ادري ايش عقبه. شلون ايش عقبه؟ ويقول لازم تشرني. لما تشرني لا 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 مو صحيح. لا لا ابو محمد شو ابو محمد هذا الحين منو انشر؟ هذا اي قانون؟ مدير المدير هذا اي قانون؟ وفق القانون عشان لا تقول لي انا انا مو بعد من الناس يطلعون ورقه يقول طالع. لا 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 اقول لك المادة بعد نفس الشيء طلعها. لا 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 يطق بالسياسة شوفه. لا خليني اقول لا لا ابو محمد لحظة يا عزيز، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 42 ايه، وبعد الاطلاع على المرسوم ايه 43 شهر 92 نعم، وبعد الاطلاع على القانون رقم 5 5 عدل، وعلى المرسوم وكذا ايه، وعلى هذه القوانين لحظه عدل ابو محمد ايه تفضل. انت نبي نوصل الى نقطه نعم نقطه نعم التقاء علشان المشاهد يستفيد نعم صحيح نعم نعم. انت تتكلم عن ثلاث قوانين ايه عدلت بهذا القانون مرسوم 26 بعد شنو؟ بعد ما تشرني الهيئة، الهيئة ما شرتني هذه القوانين كلها من شهرهم؟ هالقوانين كلها من شلون انشهروا؟ بالهيئة بعد الهيئة قانون ولا نظام أساسي تقصد؟ قانون قانون ويا نظام المفروض اللي يطبق القوانين منه؟ الجهات الحكومية الهيئة نعم. الهيئة مفروض تنادي الأندية. هو يا رب محمد هو يعني بالنهاية أنت لك تفسير في القانون بوضوح مثل ما قاعد تقول أبو محمد يرى لا محمد يبي طبق قانون قوانين اللي بجوهر بجوهر في تعديلها، واللي هو توه قبل شوي يقول أنا أعتقد بأن كنا محتاجين إلى التعديل بناء على وجهة نظره زين. هذه القوانين عدلت، هذا القانون الآن موجود، القانون يقول على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون. يعني الآن النادي العربي هيئة رياضية قائمة نعم طالما نعم احنا قاعد نتكلم ايه محمد قاعد يتكلم نعم يعني نعم بالأقرب وهو باللجنة وهو باللجنة طيب وعدل النظام على الهيئات الرياضية قائمة وقت القانون وقت ايه العمل بهذا القانون. يعني النادي العربي هيئة رياضية قائمة وقت العمل بهذا القانون نعم ولا لا نعم. إذن تنطبق عليه هذه المادة تعديل المادة تقول ايه على النادي العربي ايه تعديل نظام الأساسي بما يتفق مع احكام هذا القانون نعم لا 42 نعم 78 لا 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 احكام هذا القانون نفس الشيء كلهم نفس الشيء لا لا مو كل نفس الشيء لا 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 ابو محمد لا هم نفس الشيء نفس الطريقه الا العام للشباب الرياضي ترى ما راح يسمعوننا الناس محمد وذلك خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون. فاذا لم تتقدم الهيئه الرياضيه اي اذا لم يتقدم النادي العربي ها بطلب ويستوفي الأوضاع والقواعد المقررة في هذا القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة أنشطة الرياضية لمدة 3 شهور ها؟ وإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعه يعني بعد 3 شهور أول شيء يوقف بس منحل ها؟ يعتبر منحل خلاص بحل أوضاعي أنا ما عدلت أوضاعي وما أعطيك سنة عدل أوضاعي ما يحلني الدولة فيها الوزير ولا الهيئة ولا غير الهيئة الوزير ما له دخل يا أبو محمد شلون الوزير ما له دخل شلون الهيئة ما طلع قرار إلا لمن يوافق عليه الوزير سؤال محمد لا لا يوافق عليه الوزير لا لا أنت الحين بحد الأوضاعي الوزير يمارس صلاحيات مجلس الإدارة هالقوانين السابقة من عدلها من أوضاعي من الجمعيات العمومية غير عادية هل طلعت قرارات عطني جمعية عمومية غير عادية طلعت قرار بهالقوانين لأن يعني القانون ما كان يلزمها الحين القانون يلزمك لازم جمعية عمومية جمعية عمومية على نفس الأسلوب اللي أنا فيه أنا الحين موجود شلون أنشر نفس الأسلوب نعم. أنا جمعية عمومية غير عادية جمعية عمومية غير عادية ثانية ودز للهيئة وتقول الهيئة تعطي آراها هي ولا قالت شيء حق الأندية ولا قالت ما تقدر تقول لازم انت جمعيه عموميه تعتمد من اللي يعتمد الهيئه التنفيذيه احنا وصلنا لنقطه الخلاف وصلنا انت توصل الى الماده 4 تقصد ولا تقصد اعتماد النظام الاساسي لا وصلنا لنقطه الخلاف حتى الهيئه تقدم قوانين الدوله لازم تطبقها الهيئه ما طبقت الهيئه القانون السابق اللي احنا فيه الحين وقانون 5 وقانون منو شلون تطبقه مو عن طريق الهيئة طبعا من اللي يشهر الأندية الهيئة الهيئة وفق القانون لازم القانون الموجود لكن حاليا هو وجهة نظره لا لأن عندنا مواضيع كثيرة
هو وجهة نظره واضحة، يقول القانون سليم صحيح كلامكم بس بعد ما الشهر هذا رأيه. لا يعني هو معطيك سنة عليه. هو معطيك سنة عدل وضعك انتوا رأيكم الشهر. ان بما ذكر القانون رأي القانون هذا كلام القانون منسجم مع القانون اللي امامك، يعني ما في حل اخر. هو يرى حلي ان انا ما اشهروني، انا الان مو مشهور، فاذا مو مشهور ما يطبق عليه القانون حالي. هذا رأيه. هذا يعني رأيه. خلنا اوكي خلنا نفرض خمس سنين جدا وانت مو مشهور، شو الحل؟ يقولك مستمرين على القوانين السابقة. ما زالت الهيئة هي تشرف علينا إداريا وماليا. هو يقول لا لا كلام مو صحيح، القانون واضح. يعني الهيئة تشرف عليك إداريا الآن؟ الحين تشرف. لا والهيئة كل علمك حسب القوانين من ما بدينا للحين الهيئة جهة إشرافية وإدارية. طيب ما علي ما علي الهيئة صحيح ورا ما ممتاز ممتاز كلام صحيح ممتاز ممتاز. أنا راح أرجع لكم إلى حين تعديل النظرة، راح أرجع لكم بس ملتزم فاصل. أنا فيها فاصل فاصل قصير ومثل ما نعود. Dub 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 الفضول مفتاح الاكتشاف. ولو عندك فضول عن أطعمتنا ستكتشف أن الجودة موجودة في كل مكوناتنا أينما بحث. في ماكدونالدز سر جودتنا لا يخفى على أحد. جرب جيف كريم اليوم، فهو يحتوي على ملايين الحبيبات الفعالة. التنظيف بجيف كريم يساوي 10 أضعاف استعمال مسحوقك اليومي. جيف يزيل الأوساخ الصعبة بسهولة. نحن متواجدين في اليوم، راح ننطلق في رحلة جدا جميلة، راح نتجه إلى دبي من ثم إلى اليابان وطوكيو. راح تكون رحلة عبارة عن تبادل ثقافي مع دولة اليابان. يلا نركب قطار كويتي ياباني في تغطية خاصة لبرنامج رايكم شباب من اليابان في الأوقات التالية على الراي. دجاج كنتاكي يقدم مفاجأة كبرى، الخلطة السرية الآن مخلية. من الكويت بلد الأصالة والفن والحضارة، نستعرض فنونها وإنجازاتها والحياة الاجتماعية، وبلا شك أنها الكويت ولياليها في مسائي. أنجز شيبوتي برجر من هولز، المذاق الرفيع الآن للجميع. ملابسي منتعشة وأنا في ربيع الحياة. كومفورت كونسنتريت، الانتعاش يدوم ويدوم. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين. يبدو ان الحوار ايضا من تحت الهواء مع الاخوه الصحفي العزيز عبد الكريم شمالي رئيس قسم مجله الجريده، وكذلك عضو الجمعيه العموميه بالنادي العربي الرياضي جاسم عاشور ودكتورنا صقر ملا. دكتور قلت لي نقطه بتوضحها، يعني حتى اني بس نقطة حتى اوضحها يعني. انا عشان يعني لا توصل الصوره خاطئ، انا اداريا ارفض بان مجلس اداره كامل يفوض شخص واحد لاداء القرارات. وهذا هو الحاصل حاليا. انا قاعد اقول انا بمبدا اداره، انا ارفض مجلس إدارة كامل يفوض شخص واحد لأداء جميع، لأن شخص واحد إذا بيعتمد على بدون الرجوع إلى مجلس إدارة وأمور قانونية أكيد الخطأ وارد. فأنا حتى تتضح الصورة. ممتاز، هذا كلام وايد ممتاز. أنت الآن يعني نبي اللجنة اللي شكلتوها في النادي العربي، يعني يقولون أن الهيئة مو معترفة في اللجان هذه، لأن بالنهاية مجلس الإدارة هو اللي خاطبها مو اللجان. ما لا هذا الكلام مو صحيح. شو مو صحيح؟ إحنا ما هنا من مجلس إدارة، إحنا ما هنا من مجلس الجمعية العمومية، هنا من الجمعية العمومية. نعم. اللي فوضتنا والجمعية العمومية ناقشنا هالموضوع. إيه بس احضروا الثلثين عندكم. آه. احضروا الجمعية العمومية العادية. العادية الأولى. الأولى 51 واحد. 51 بيم. احضروا. إيه.
احنا موجودين 51. طيب طيب. ولذلك ومندوب الهيئة قاعد. زين. الجمعية العمومية الغير عادية. فوضتكم شنو ابو محمد؟ ان فوضتنا ان نشوف النظام الاساسي الجديد حق النادي العربي. زين. ومن ثم تدرسونه. ايه وان تعملوا نظام اساسي. ايه نعمل النظام. طيب. شنو عدنا تجربتكم؟ عدنا تجربتكم. هذا النظام وياي. ممتاز. كامل سويناه. ممتاز. حلو ان نناقش التجربة ان هذا عينة من نادي فوضت الجمعية العمومية وعملته. لا ماكو عدد خمسة وماكو واحد رفع ايدينا ما حطيناه باللجنة. كم صرتوا تالي؟ صرنا افتكر 11. نعم. بعدين بالاجتماعات كنا اجتماعات ورا اجتماعات لانه ما في وقت. نعم. وكان ويانا القانوني ابو فيصل قانوني النادي. نعم. وامين السرع عبد الرزاق. نعم. وكانوا معدين بالسابق وهو بعض الامور. نعم. واحنا طلبنا بعد بعض الامور. انا شنو اقول لك؟ اتمنى تصير انتخابات الانديه مثل مجلس الامه صوت واحد، مثل جمعيات يسوونهم صوت واحد الحين بيسوون لاكبر قدر من المشاركه يعني. اكبر قدر. بس هذا ما له دخل في النظام الاساسي. ولا تشكلتوا اذا حطيتها هذا نظامكم كان كذي يعني وافقوا عليه؟ لا انا ابي اللي وصلتوا له. لا ما اقول لك كنا نتمنى ان ينتخبون شنو؟ عيل شي ماكو فايده من تسجيلكم قاعد تسجلون بالنادي اذا حطيتها اربعه ماكو فايده من تسجيلكم. اي واحد يسجل مو مشكله انا تبي للحين توك سجل 700 انت. اي احنا مسجلين 700. اي انتخابات شعلي كنت بالعربي ابو لا 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 نغزات هو يحكي وقلبه ويا العربي. لا لا بس كلهم مو مؤسس بالنادي العربي انا غير بالاشبال مسؤول عني. طول بعمرك. السؤال إيه؟ ان هذه الان اللجنه إيه؟ اللي فوضت من الجمعيه العموميه العاديه لوضع نظام اساسي ودراسه نظام الاساسي السابق إيه؟ واجراء تعديلات مطلوبه عليه رحمه الله والديك. طيب خلصت هذه اللجنه عملها. اي نعم ماشي. من المفترض يعني وفق المنطق الان خلينا نترك القانون علشان نمشي خطوه إيه؟ نعم. وفق المنطق ان بعد ما تخلص هذه اللجنه وين تروح؟ ترجع الجمعيه العموميه صح؟ انت الجمعيه العموميه الغير عاديه الاعتماد على انا هذا اللي صار. ايا كان الان لحظه بس ايه؟ ترجع الجمعيه العموميه ايا الحين مو العاديه ولا الغير عاديه ترجع الجمعيه العموميه ها؟ نعم. علشان تقول لهم يا جماعه هذا وصلنا لنا ايه؟ بعمل نعم وهذه نتيجه عملنا نعم زين؟ موافقين عليها ولا لا؟ لا مو هذا خذيناه قبل لا نروح ان القراراتكم اللي سويتوه تدزونه مجلس اداره والمجلس يدزه للهيئه. ما لذلك ليش اخذنا اكبر عدد؟ ما يصير. ما يصير شلون؟ ما يصير هذا اللي صار. هذا لما انا محمد اسوي محمد. ما يصير تختصر. عدل ما يصير اختصر لان اول شيء اللي قاعدين واللي بيدشون باللجنه عارفين الشيء بيصير ماكو شيء واللي غير النظام الجمعيه العموميه الغير عاديه انا ما اطلب الشيء المستحيل تقول لي ما يصير. زين يعني مو غلط ما جمعيه عموميه غير عاديه؟ اي هذا وفق القانون؟ يصير؟ انا هذا وفق القانون؟ هو قاعد ينتقد القانون. سؤال اقول انا قاعد اقول ضد القانون انا وياك بس يصير؟ ما يصير حسب الواقع احنا ناس واقعيين. صحيح. احنا ناس نعرف شنو اكو اي ولا لا ما نتونا بال زين اذا قانون زين يعني الهيئه لما ما اعترفت فيكم كلجنه يعني مو غلطانه ما لكم سند قانوني. ما علي من الهيئه. ما لكم سند قانوني. انا من قال لك انا الهيئه ما تعترف لي. هي تعتمد على الهيئه. عمي اعترفوا ولا قعدوا. لا شو انا علمك اللي بيشرك الهيئه. انا علمك شلون اللي بيشرك الهيئه. انا شوف شلون رجعت علي انا بيشرونك الهيئه. انا علي من جمعيتي العموميه. ليش انا حاسب دائما مجال من يعتمد من يعتمد من اللي بيشرك انا خير خلينا نروح موضوع ثاني هذا اللي انت تتكلم عليه هيئه والخطوات. احنا دائما ليش انا اقدم اقتراحات حق الجمعيات العموميه العاديه وقاعد اقول لك ان ماكو شيء اسمه الهيئه؟ ليش؟ لان انا اقتراحات لا وتصير جمعيه عموميه ثانيه اقول حق مندوب الهيئه اسمع يما انت مندوب الهيئه اسمع انا العام قدم اقتراحات ما فرضتوا على مجلس اداره لا ما اي ما طبقتوا ولا تطبق ولا مجلس اداره تطبقها. لا شوف هذا ابي هالسنه ابي هالسنه ترى هم الحين عندي اقتراحات وبقدمهم بس انتبه انتبه ترى المجلس الإدارة يمكن ما يطبقهم انت والهيئه تدخله
زين انتم شلون انتم شلون سويتوا الشورت كات؟ لا لا بس محمد في شغله عبد الكريم سالك سؤال مهم صراحه. إيه صراحه يا ابو محمد طول لي بالك. نعم لا انا لان بنفهم العمليه ترى عرباوي. ايوه ابو رفيق لا مو بس رفيق ابو لاعب العربي طبعا رفع اسم العربي العباس الشمالي طبعا ريلا صمخه شات صوته مو تقول بلوشي طول اعمارهم كلهم طبعا العمام مؤسسين النادي بالعكس يعني كلنا نشيد فيهم ونقدرهم وعلى العين على الراس الأمان. إيه. انا ابن محمد ان شاء الله هو قال لك عبد الكريم وفق القانون إيه. ان انت لما فوضوك بالجمعيه العموميه العاديه نعم. بعدين عندك جمعيه غير عاديه لازم تحضر ثلثين تقر مشروعك عادل. انت سويت شورت كات رحت وكذي بدون لا لا سوى جمعيه عموميه لانهم راح يدعي مجلس اداره اعطينا مجلس اداره مجلس اداره دعا جمعيه عموميه غير عاديه مرتين ليش ما كتب النصاب ليش دعا عشان يقر عشان يقر هذا عشان هالكتاب الله يرحم والديك الله إذا أنت وصلت المشكلة الأساسية الحين إحنا وصلنا إيه؟ معاك إلى نقطة التقاء في هذا الموضوع هذا ملتقي وياك قال لكم من أول أنا الجمعية العمومية الأولية خذني بحلمك اسمعني تفضل تفضل الآن إحنا وصلنا إيه؟ إلى أن مجلس الإدارة ما قدر يعقد جمعيتين عموميتين غير عادية عدد نعم ماشي عدد مطلوب من المجلس الإدارة أنه يرفع هذا الأمر للهيئة إيه؟ أنت الطالب أن الهيئة تقره صح هو الطالب انك تقرره مو تقرره هذا لازم الهيئه عشان تدرسه وتعطينا السلبيات وتقول حق مجلس اداره ايه؟ هاي السلبيات في قانونكم بعدين وعدل وشيء ودزلي مره ثانيه وبعدين يشيلوني اذا انا بقول كلام فليق على حسب الحل صحيح ولا خاطئ ليش ليش الهيئه ليش لا يوم ما تحركوا لا في البدايه سووا اجتماعات مع الانديه ولا بعدين يوميات انا هذا قاعد اقول لك يا لا والعربي دزل لك كتاب ثاني قال لي ما احنا دازين لك كتاب من زمان ابو محمد ليش ما انا قاعد اقول لك دكتور حمود فليطح بدوره شهر واحد طلع وقال ان يا جماعه الخير ترى كيت وكيت وكيت مثل ما قال في المؤتمر السابق انا قاعد اقول اين دور مجلس الاداره هذه نقطه انتهينا منها انا لكن بقول لك ان شاء الله ابو محمد انت في النهايه عشان توصل للمشاهد هل المؤتمر لما قال ان سيتم حل الانديه في 28 تجميد على اساس تجميد 28 ليش ما يقدر انا اكو وزير القانون بس هذا القانون لا الوزير ما دخل الوزير ما دخل لا لا دخل الوزير لا تدري كم وزير قابل ابو محمد الوزير لا دخل في هذا الاشكال تدري كم وزير قابل ابو محمد هذا قانون اكبر من الوزير يا ابو محمد الوزير ما له دخل ابو محمد كم قانون كم وزير قابلت ايام الشؤون وقانون نعم وقانون نعم ولا واحد منهم نصفني تي من نصفني منو منصفني صاحب السمو ولي العهد نعم كان وزير الشؤون نعم قالوا على كلامه كونوا لجنه كونوا لجنه بوزاره الشؤون ونادوا ويابوا ونادوا أحمد الفهد بعد نعم أحمد الفهد شنو قال قال أي شيء يقول له جاسم صح حق اللجنة يحبك عشان يحبك أنا أحبك ممتاز لا لا بس يعني أدري بس أبو محمد أكو واحد أحب أحمد الفهد رئيس الرياضة بآسيا ويرفع رابع رأس الكويتية يا أبو محمد انتقد يا أبو محمد كل واحد ينتقد واحد أنا أخواني ينتقدوني أبو محمد أبو محمد وأنا انتقد أخواني وأنت انتقدك وشمالي لكن ما أرضى عليك أحمد. وأنا تكتب عني بالجرائد عادي لا بالقانون أرد عليك شوف معلش شوف عمي ما أرد عليك شخصي أرد عليك بالقانون طبعا طبعا كلنا لا محمد أنا بقول لك شغلة أنا عمي عشان تكون صحيح أنا اللي يذكر اسمي في أي مكان ويطق الباب لازم يسمع الجواب والنعم أما اللي ما يطق الباب ما لا يا ابو محمد انا بقول لك شغله ابي ان شاء الله حق عبد الكريم ضروري لا دكتور بعد لك بس لا لا لازم ذكر جزئيه بخاف انساها بجوها نعم دونها انسى عطيه معود ما ابو محمد انت قاعد تقول الوزير روح عند الوزير الوزير يعني بقانون انشاء الهيئه الوزير يمارس صلاحياته من خلال مجلس الاداره فشنو دخل الوزير في الموضوع اي مجلس اداره مجلس اداره الهيئه إيه مو هذا قاعد يخطئون إيه؟ ويقطونه براس الوزير يعني هو مسؤول سؤال إذا الوزير ما دخل مو جاهز توك تقول ولا وزير أنصفني أنا قلت لك أنصفني سمو ولي العهد أدري محمد إذا رجعنا المجلس وعلى ضوء اللجنة رديت 3000 عضو بالنادي العربي ورديت جميع لاعبين النادي القدامى كلهم اللي انشطوا ما شاء الله كل سوالفنا عن النادي العربي الله يرضى الله يطول عمرك انا حبيت النادي العربي في القلب انت عارف تشجع بالاوروبا
انا برشلونه بعد معروف اروح دواوين هذا برشلونه مانشستر وانت يعني عرباوي يقولوا لي قلت لهم انا احب لعب برشلونه واحب لعب ريال مدريد ومانشستر جواد القبقب مانشستر ما يصدق الواحد منهم ربع برشلونه يقول جاسم اكيد انت مدريد قلت عساهم كلهم ينقلبون بس العربي لا ينقلب مشكلتك كلها منقلب مشكلتك كلها منقلب يا ابو محمد عبد الكريم الان لو يجي الدكتور حمود فليطح ويصير تاريخ 28/11 المهلة المقبلة يعني من بعد الإقرار 29 يجي ويقول يبا مو احنا اللي حلناكم الهيئة هذا القانون لأن ما أعطانا المرسوم الضرورة خطوة نهائية اللي ابو محمد يعكسها يقول لازم ان الهيئة تشهرني حتى تطبق علي معاه حق حمود فليطح ولا ما معاه حق انت برأيك يعني حمود فليطح راح يعملها شيء واحد يعلن ما يتخذ قرار يعلن انه تم ايقاف الانشطه الانديه وفق القانون اللي قاعد المرسوم اللي صدر وفق الماده نعم. سيعلن بان بقوه القانون اصبح الان هذه الانديه مجمد نشاطها الرياضي نعم. لمده 3 شهور ما لم تعد الاوضاع شو الحل شو الحل انت الان كونك اعلامي وزميل وعندك ابحار في هالجانب ببساطة برايك شنو الحل يعني؟ ببساطه شديده ابو جوهر هذا اللي كنا نقوله وانا قلته معاك اذكرك وتقعد على يساري هني قلت هالكلام قبل سنه قلت هذا الكلام قبل سنه قلت هذا القانون معيب لازم يتعدل هذا القانون يجب تعديله مع الاسف الشديد يعني المجلس المبطل اخذ على عاتقه انه يقر المرسوم ومن ثم يقبل التعديلات مع ان الغالبيه العظمى من الاعضاء ذاك الوقت اللي وافقوا على المرسوم يعني الا فيما يعني رحمه ربي حتى واحد لا يكون يظلم الجميع لكن الغالبيه العظمى تناست الموضوع مع انهم قالوا ان احنا سنعمل على التعديلات بس تكلم عن تعديلات عبد الله معيوف تكلم عن تعديلات انا ذاك يعني عبد الله معيوف تكلم عن تعديلات وقال سيسعى الى 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 تعديلات يعني في بعض النواب الاخرين ايضا اعتقد اذا ماني غلطان يمكن سيد عدنان في مجموعه من النواب قالوا سنعمل على التعديلات لكن هذه التعديلات لم تقدم حتى مو لم تدرس لم تقدم المشكله الحقيقيه بان يجب على يعني القائمين على الرياضه في الحكومه التحرك من خلال مجلس الأمة لتعديل الثغرات في هذا القانون بأسرع وقت ممكن حتى لا ندخل في المحظور حتى لا نقع في المحظور ممتاز. هذه المشكلة الحقيقية ممتاز. دكتور في بعض التعديلات أنا قريت لك مقال من فترة في جريدة القبس يعني أنت برأيك قلت لابد من تعديل المادة الفلانية والفلانية شنو المادة اللي ممكن نعدلها أو الطريقة المثلى يعني برأيك أنت أنا أذكر قريت لك مقال قبل فترة أنا أولا قبل ما نطرق لك هذا النقطة هذا في طبعا انا كنت قاعد اتكلم على الماده الرابعه اللي هي اجراءات التسجيل وشهر الانديه الرياضيه نعم. انا كنت ابيها ان هذا تكون بشكل اوضح ان ما تصير العمليه سايبه بين الانديه عشان اكون انا واضح في هذا التعديل اللي انا كنت قاعد اتكلم عنه مبدئيا انا قاعد اتكلم انت تبي تي خلينا نطرح وجهه النظر الاخرى اللي موجوده اللي ما انطرحت اليوم في البرنامج وهي ان اللجنه الاولمبيه يجب ان تكون هي الجهه المخوله في اعتماد الانظمه الاساسيه انا اليوم عشان تكون في شغله انت واضحه ويعني يكون واضح حتى قدام الاخوه المشاهدين حاليا اللجنه الاولمبيه انا متكلم عنها من 2011 ترى ما هو اليوم ان هي اصلا غير شرعيه لان بوجهه نظري ما قامت على قانون 5/2007 موجود فيها قيادي من احد الاتحادات الرياضيه مرشح في اللجنه الاولمبيه نعم. رقم 2 هذا عكس القانون الدولي انا قاعد اتكلم على وجهه نظري في اللجنه الاولمبيه الحاليه نعم 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 ماشي فمبدئيا انت لما تجي تتكلم على هذه اللجنه الاولمبيه كيف انا الان لجنه اولمبيه غير شرعيه او غير قائمه بوجه حتى بوجهه نظري انا تبي تعتمد الأنظمة الأساسية فوق هذا كله عطني متى تم انتخاب مجلس الإدارة 2008 أعطي صار أحمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية من 2008 إلى اليوم كم سنة 5 سنين عطني لجنة أولمبية في العالم تمشي 5 سنين كل كم عطني 4 سنين دورة العادية أول مرة عشان أنا أرد عليك أول شيء أنا أرد عليك على اللجنة الأولمبية أول سنة
تم تعيينهم ووافقوا تعيين ما رضى أحمد الفهد وطلبوا سووا انتخابات عملوا انتخابات ممتاز. سنة كم؟ قبل المدة قبل هذا قبل أربع سنوات قبل أربع سنوات لا لا أكثر من أربع محمد لا 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 ويقول 2008 لا لا محمد محمد احترام كامل لك كلامك مو صحيح. أول ما أقر قانون 5/2007 وذاك الوقت قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الآن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتعيين مجلس إدارة جديد مجلس إدارة جديد صح. وحتى حتى يتم تلافي موضوع التعيين قامت الاتحادات بعمل جمعية عمومية وقروا التعيينات. احنا انت لا تنقص تقول لي قامت علشان ما شنو صار انتخاب ولا ما صار يا ابو محمد يا ابو محمد صار انتخاب ولا خلي كمل نقطتي انا اللي كنت قاعد اطرحها في الحين هو خلي يبي سرد سرد تاريخ انت واحد لا سرد تاريخ عند اساس يقول ما وفرنا له معلومه اعطى عمل خلي سوى الان ما يعني ما لك شغل انا الحين لفيت وما فيت ما لا يعني سوى انتخابات سوى انتخابات رحم الله والدك اوكي. هذه الانتخابات انتهت بعد دورة الألعاب الأولمبية واللي كان المفروض الاتحادات لما جت عملت انتخابات مفروض ترشح كان المفروض ترشح ترشيحات جديدة للجنة الأولمبية ويعاد تشكيل اللجنة الأولمبية لأن كان وفق القانون اللي تم حل مجلس الإدارة السابق وتعيين مجلس إدارة جديد وجرت عليه الانتخابات كان يجب أن يعاد تشكيل اللجنة الأولمبية بعد الدورة الأولمبية وهذا ما لم يحصل. إحنا أبو محمد كل شيء عندنا مرهم بالكويت لجنة أولمبية مو بس مرهم بجوهر بجوهر لجنة أولمبية عمي أحمد الفهد بجوهر. أحمد الفهد يدير آسيا وحين يبي يدير للعالم خي يدير أمورنا خلي يدير أمورنا أقول يا أبو الأمساد يا ابو محمد قالوا قالوا يا ابو محمد هو مشابه من البحرين العالم قال قبل الانتخابات واعلن زي خي حل امورنا قال فرق كبير اموركم يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد انا قعد شهرين وديت صار وزير يبون الريال يعني عقب ما صار وزير والله يوم يالا الاستجواب اي زهب يوم يالا الاستجواب يوم يالا الاستجواب ضف بشته ومشى ما هذا 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 شيء الشيء الثاني لا تسوي هذا الاسلوب قب ما قب هذا اسلوب مو عدل قب ما قدر قدر احنا نتكلم عن شخصيه يا جماعه احنا مو متقين احنا نتكلم طلعنا برا الموضوع يا باشا ادري برا مو موضوع لا يا احمد الفهد وصف استقال ولا ما استقال استقال ولا ما استقال استقال ليش استقال حد عموره الشائع لانه ما يبي يصعد المنصه لانه ما نبي نخلص حتى قايل لك يا ابو جوهر حتى رد التلفزيون رد بالتلفزيون وقابل جاسم اشكلاني بقطر جاسم اشكلاني مو هو المستجوبة بالبحرين ادري مو هو المستجوبة ادري مو معلش ما عندنا لا لا يا ابو محمد انا قاعد يا ابو محمد لا تدخل يا خلاص انا على الموضوع احنا الحين انت الحين على الموضوع انت شو تقول انت الحين قلت هو يدير اسيا انتخابات اسيا مو اسيا خلي يدير امورنا الحين تو منجح هذا ما يخالف رئيس لجنه الاولمبيه الدوليه خلي يدير امورنا اسيا الاولمبي خلي يدير امورنا الرياضيه الحين اي ما تخلونه ما شاء الله يبو خلي ما بس معلش ما كمل ملتزم فاصل قصير ومن ثم نعود. اهلا وسهلا فيكم اعزائي يعني عودا بعد هذا الفاصل يعني احنا لابد ان نوضح عمليه هي بالنهايه كلها وجهات نظر وما احد عندنا فوق سقف الانتقاد الكل ينتقد في تلفزيون الراي وللجميع له حق يعني طبعا الانتقاد لاي شخصيه لاي مسؤوليه رياضيه. انا بس قبل ارجع حق ضيوفنا وعندك توضيح قلت لي بس عندي اتصالات يعني ناطرين انا صار لهم فتره توضيح ولا انا لا لا عندي اتصالات محمد بس توضيح الناس بس توضيح واحد سجل علي يلا هذا قدام حتى المشاهدين سجلوا شنو هو قال دكتور محمود فلتة بعد فتره بيطلع قرار ويقول مو بيطلع قرار قال بس يعلن لانه ما يقدر يطلع قرار اول ما راح يعلن
رقم واحد دكتور حمود فليطح. إذا صار تعديل إن شاء الله المجلس. أنا أقصد حمود فليطح. لازم. بغض النظر حمود. ولا جزاف. ولا جزاف. ولا مجلس إدارة الهيئة. مجلس إدارة الهيئة. يعني الهيئة. والوزير. أنا. مجلس إدارة الهيئة. الهيئة والهيئة. لا الهيئة والوزير. ما. أنت لا. لا الوزير ما له شغل. الوزير لا. مجلس إدارة الهيئة صلاح. لا جابينه. لا تقول وزير في إشكال هم يقصدون حمود يعلن بمنصبه مو أنه فرد هو لا 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 بالنهاية الهيئة الهيئة أدري لأن القانون هو يعرف اليوم رحنا دزينا له ليش الهيئة يطلعون بالتلفزيون ليش ما دزوا كتب حق الأندية كلام التلفزيون كله ما يأخذ ممتاز ممتاز أحد يأخذ كلام التلفزيون احنا بالتلفزيون السؤال ليش أصلا ليش الهيئة الدز ولا ما الدز القانون واضح لا القانون هو اللي حل القانون واضح ما يحلني يحلني بعد شهري يحلك بعد شهرك شو أمين سنة التضامن الأخ رابح خالد يقول أن القانون ببساطة القانون معي ويعني ينتقد هذا القانون أمين سنة التضامن على لسانه يقول رئيس السابق كان رئيس سابق تضامن رئيس سابق كان أمين سر أي أدري قرأت له بل بالعكس يعني يقول بأن هذا القانون بوضع الحالي يحول الأندية إلى ملكيات خاصة وملكيات تورث لبعض المجاميع والأشخاص الأخوان الآخرين اللي ردوا على مؤتمر الدكتور حمود فليطح دكتور حمود فليطح ما قال أنا بحل ولا قال الهيئة راح تتدخل قال هذا القانون القانون يحلهم مو الحالي والوضع الحالي سيعتبر هذه الأندية منحلة وفق موجب القانون الإخوان شنوا هجوم عنيف على أن هذا الهيئة الآن يعني تحاول أن توجد لها دور ويعني الهيئة قاعد تحاول تمارس صلاحيات هي ببساطة شديدة أنا أعتقد أن من يتكلم بأن الهيئة تحاول أن توجد لها دور لا يفقه بالقانون شيء وأعتقد يعني ببساطة علاقته مع القانون نفس علاقة حديب بندير بدرب الزلق مع القانون نفس الشيء أبدا يعني أنت تقصد الأخوان يقولون بس هذا ما يصير كلامك مردود عليه ما يصير تعيب على الناس لا يا عمي أنا الحين مختلف وياك بهالنقطة هذه وأنا أقول لك ان الهيئات كانت تدار بامور شخصيه وعندي اعطيتك اياه ما يطبق القوانين هو يقول القانون يطبق ما له شغل منو اقوى الجمعيه العموميه اللي هي اللي تدير النادي ايه؟ ولا شخص لا تدري منو اقوى منك ومن الشخص القانون خل القانون احنا نبي مو انا اقول لك هذا الشخص ما يطبق القانون يا عزيزي ما يطبقون القانون القانون يشملك ويشمل الآخرين هذا ما في كلام هذا ما في كلام عندي اتصالات عندي اتصالات محمد في ناس في اتصالات هذا الكلام خلي اتصالات جهز المتصل الأول يطب في اللي ما طب فيك ما طب فيك تبي أرد عليه بنفس اسلوبه لا ما طب فيك تبي أجرحه بنفس اسلوبه هذا الاسلوب إذا أنت عندك مشكلة هو يقول رأي لأن أنت تفهم اللي أنا قاعد أقوله هذه مشكلتك أنا قاعد أقول إحنا نفهم ونفهم أحسن منك وإذا أنت ما تفهم إحنا جنبون هذه مشكلة أنت مشكلتك إن أنت صار تشرق وتغرق ما أشرق هذا عندنا اتصال يا مهم أقوال ناس لا تفهم القانون شيء هذا رأيهم رأيهم بالقانون شيء وأنت رأيك ما تفهم بالقانون شنو جاتك بالقانون لا لا عندي بس انت شنو عندي اتصال لا يا ابو محمد عندي اتصال احنا على عندنا خبره من سنه 62 وقعدنا مع ها شنو خبرتك باللوائح هذا كله باللوائح ايه ليش من قادر تقرر النظام الاساسي اقول لك انا رايي انا قاعد اقول لك انا قاعد اسالك انا اقول لك انا ارد عليك ها تسالني ترد علي لان الهيئه وهذا كلامي من البدايه قلت لك الهيئه عشان تحاسبني وعلى اساس انت تحلني لازم تشهرني لا يا ابو محمد انت متفق لا هو يقول قانون اجدار
أبو محمد القانون السابق من وشهره هل القانون السابق هذا الشيء اللي احنا فيه الأندية احنا اليوم قاعد نسولف على احنا بالقانون آخر قانون احنا معلش قانون قانون خمسة لا لا يا ابو محمد يا محمد خلاص خلاص عندي خلاص لو سمحت ابو محمد عندي اتصالات اتصال محمد الجويسر تفضل الو السلام عليكم حياك الله محمد تفضل يعطيك العافية اخوي الله يعافيك لو سهلة انا صراحة عن نفسي اعيد كلام ابو محمد لان ابو محمد شخص طالع من رحم الجمعية العمومية ويتكلم بلسانها نعم فانا عن نفسي واقف مع ابو محمد واقول له توكل على الله يا ابو محمد كلنا معاك ووفقك باشر ان شاء الله ووفق اخوك محمد الله يسلمك مشكور في سالم العنزي تفضل الو حياك الله السلام عليكم حياك الله يا سالم جزاك الله بخير ابو جاهر طول بعمرك حياك ابو جاهر انا حبيت اعقب على موضوع ابو محمد يعني تفضل الشباب يقولون يعني قانون هو ليش ما يحترم القانون يعني قانون هذا ما له شغل الوزير يعني فحبيت اني اعقب واسند على كلام الكاتب اخوي والدكتور اخوي الكبير الثاني الله حياك الله يلا ممتاز خالد العازمي تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياك الله يا خالد السلام ورحمه الله لك ابو خير اخو محمد طول بعمرك حياك الله السلام عليكم حضرتك الكرام الاخ جاسم عاشور والاخ عبد الكريم الشمال والدكتور فقر نعم اقول لك جاسم عاشور هدي اعصابك شوي وسع صدرك حبيت استفسر اخو محمد عن اجتماع اعضاء هيئه شباب الرياضه نعم بغياب الرئيس يعني نعم. هذا مبين انهم يعني يجتمعون بغيابه ويتخذون قرار بتغليص صلاحياته. نعم. هذا يدل على شيء انه يدل على انهم بيتلميه على هذا القرار من زمان وان في اشخاص قاعدين يديرون اعضاء الهيئه خارج الهيئه لاسقاط اللواء فيصل جزار. نعم. ويعطيك العافيه على البرنامج الناجح وما قصرت يا اخي. مشكور مشكور يا غالي. عادل العتيبي تفضل. يا هلا فيك. حياك الله يا عادل. صبحكم الله بخير. صبحك الله بالنور. أخوي جفر شلونك أرجو طول بالك عليك يطول بعمرك ما أسمع بس هو يقول طول بالك الله طول بالك علي بس يلا لك دقيقة أنت حالك حال الناس إن شاء الله طول بعمرك أخوي شمالي بس لك سؤال بس جاوبني إيه أو لا أنت راضي على شغل الهيئة الحين بس جاوبني إيه أو لا راضي بشن أي شغل الهيئة إنتاج الهيئة على إنتاج الهيئة بشغل عام بشكل عام القوانين اللي حطونها ما حطوا قوانين الهيئة علشان ارضى عليه ولا انزين ما خالف المناقصات اللي قاعد تاخذها الهيئة الحين ثلاث مناقصات الشهر اللي طاف استاذ الشاشة ب 65,000 صيانة الملعب 360,000 في شهر والجزاف مو موجود مسافر باريس ليش ما تكلمت عن هذه النقطة؟ النقطة الثانية بس انا احيي اخوي ابو محمد ما يصير تختلف مع احد تقول عوير وزوير يعني هذا ما لك حق فيها لا لا امثال مو بالشخص هذا مثل كويتي قديم يا جماعة ما له شغل لا مو انت يا محمد لا مو انت لا مو انت فاصل قصير وما تقول لا بلا خمسة هي شلون طلعت في الأول أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين عودنا بعد هذا الفاصل يعني الأجواء حامية عندنا في الاستديو ونقاش الأمانة أنت مسوي حامية ولا أنت أنا مسوي حامية أنا مسكين اللي بينكم يا أبو قارب معلش طبعا نشكر المتصلين اللي اتصلوا خالد العازمي يقول انا اتفق مع عبد الكريم الشمالي محمد الجويسري يقول انا اتفق مع جاسم عاشور يعني هذا الواضح ان تبادل وجهات النظر وكل المتصلين يعني لاي طرف لطرف بس انا بوضح نقطه يعني لان انا اختمت من عندك وبرجع حق الدكتور صقر على الموضوع ترى الان ان الحل لابد ان يكون من قبل السلطه التشريعيه بدون شك قال فتره التشريع شنو حتى الان تحت الهواء احنا نتكلم أنا أبو محمد متفقين على نقطة واحدة أن في أخطاء أن هذا القانون معيب نعم ويحتاج إلى تعديل الآن أبو محمد يعتقد بأن التعديل اللي لازم يتم بأن القانون يعطي الحق للجمعية العمومية نعم بالتصرف وفق نعم. ما ترى نعم زين أنا أقول بأن هذا القانون الآن أعطى الحق للجمعية العمومية نعم لكن لم يضع مرجعية وهذه المشكلة يجب أن يكون هنا تكون في النهاية هناك مرجعية نعم. إذا لم تستطع الجمعية العمومية مثلا بعطي مثال علشان ما أخذ يعني وقت طويل زين مثال واحد خلنا نروح حق مادة أخرى من المواد اللي احنا نتكلم عنها نعم. مادة بالقانون الحالي نعم. لا تتعلق
في موضوع الإشهار وغيره، لكن مادة أيضا بدون مرجعية يجوز بقرار اللي هي المادة 12، يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابل للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية. مخالفة أحكام هذا القانون إذا أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة لا يكفي لانعقاده إذا كانت هناك مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية. أول هذه المادة كانت تقول يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو الوزير المختص. انشالت كلمة الوزير المختص فصار كل شيء بالجمعية العمومية بلا مرجع. السؤال ببساطة ليش هذه الآن أيضا هذه النقطة بدون مرجعية؟ ماذا لو تقاعست الجمعية العمومية عن القيام بواجبها تجاه يعني المخالفات الإدارية وغيرها؟ مثل اللي يقول عنه أبو محمد قبل شوي يقول أنا بالجمعية العمومية كنت أوقف وأقول زين وأقدم اقتراحات وما يؤخذ فيها وهذا تقاعس من الجمعية العمومية مو الجمعية العمومية ما عليه حتى الجمعية العمومية كان المفروض تي الجمعية العمومية في المرة الثانية تحاسب مجلس الإدارة وتحاسب الهيئة سوينا وكان يجب حتى على 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 محمد سوينا. يروح يشتكي على الهيئة لكن اشتكينا الآن عند الهيئة المادة 12 لو جت الجمعية العمومية وتقاعست عن القيام بواجباتها ما في مرجعية ترى من أنا اللي مكانها؟ قالك ماكو مرجعية من اللي حل مكانها؟ نعم. أنا أعطيك نعم أنا أعطيك المحكمة الرياضية الوزراء اللي سافروا برا ووقعوا من اللجنة الأولمبية الدولية واللي وقعوا مع ذيل شنو وقعوا؟ ومنهم اللي راح مع الوزير شو اسمه الحين الهيئة جزاف ووزير شهاب شنو تقصد توقع شنو وقعوا على النظم ان احنا تابعين حسب النظم الاولمبيه الدوليه اوكي ما وقعوا إيه؟ احنا نرجع للجنه الاولمبيه لا مو صحيح ترى لجنه اولمبيه انت ها؟ لا مو انت ترى لجنه اولمبيه لازم ترجع لها الان للاقرار احنا في الاول كنا نرجع حق لجنه اولمبيه اول من 62 بعد 62 بعد ما جات الهيئه اذا اختلف ناديين وين يروحون لجنه اولمبيه اذا اختلفوا ناديين ايه إذا اختلف نادي واتحاد وين يروحون؟ إذا اختلف نادي واتحاد إذا وين اختلف يروحون؟ إذا اختلف نادي ونادي عمي ولد عمي قلت لك ناديين لا 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 أبي غير لا 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 الحين أقول لك اسمعني ولد اسمعني الحين خلي النادي الحين وين كنا نروح؟ اللجنة الأولمبية إيه كان اللجنة الأولمبية موجودة الحين ما في خلاف الحين أنت ما أنت ما بشرط قانوني وين الخلاف؟ شنو الخلاف؟ عدل هو ما يب شرط قانوني وين الخلاف؟ شنو شرط قانوني؟ أنت الحين إحنا الحين وزير راح وقع برا إيه؟ وراح مع الجزاف طيب مره راحوا السويس جنيه السويس وراحوا راحوا بس قانونه ما يسمح شو نسوي ولا اللي الله يرحمه منو الدكتور العفاسي الدكتور العفاسي الله يطلع عليه هذا كله راحوا وقعوا مع اللجان الاولمبيه الدوليه علشان يشيلون عن النادي عن شنو علشان نوضح للناس اولا اولا يعني هذه الوفود اللي راحت حضرت اجتماعات لم توقع ها؟ ما وقعت هذا واحد هناك وفد او الحكومه يا عفاس قدمت تعهد للجنه الاولمبيه التعهد كان كالتالي ايه؟ ان تتوافق القوانين المحليه ايه؟ مع الميثاق الاولمبي بس لكن ما قالوا ان مرجعنا إذا الجمعيات الأولمبية إذا الجمعيات العمومية أنت قلت لي أنت ضربت مثالين ضربت إذا ناديين اختلفوا وضربت إذا نادي واتحاد اختلفوا مو هذا سؤالنا ولا هذه مشكلتنا إحنا نقول اليوم إذا الجمعية العمومية في النادي تقاعست عن القيام بواجباتها انت ليش هذه الافتراضات احنا بالعكس ندور جمعيات العمومية وين تقاعس يا عمي جمعيات العمومية أنت اللي تدور أنت اللي تدور اكو جمعيات تقاعس اكو جمع ابو محمد اكو جمعيات عموميه انا وانت ندري تتسابق في ان تقر ال 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 خمس دقائق اللجنه بخمس دقائق خمس ثواني هذا اول هذا اول اي اي هذا اول كلام مو لا 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 مو عجيب الكلام مو موجه لك متفقين موافقين على ترى احنا ما نحكي عنك لا لا مو عني تحكي عني ايش حق تحكي عني لو تحكي عني رديت عليك وانا قاعد وياك وعرف شنو انا مسوي من اول احنا قاعد نقول جمعيات عموميه بشكل عام
بشكل عام جمعيات العموميه ما تتقاعس اساس جمعيات اساس العموم. انا اقول لك خليني اقول لك جمعيات العموم جمعيات العموميه اللي انا مع مجلس اداره وموافقين على مجلس اداره. طيب هذا هو هذا انت الحين ليش اقول لك انا الخطا في هالثلثين اللي حطوا جمعيات عموميه غير عاديه قلل النسبه يعني انت انت يعني متفق مع عبد الكريم؟ لا ما انا متفق وياه انت ان القانون في مصيبه المرسوم في مصيبه الجمعيات العموميه هذه تحاسب الانديه لازم تقلل النسبه عشان انا اقدر عشان يجون 50 نفر وياخذون قرار عن 15 ألف نفر بم صح؟ لا ها مو كذي عمي شنو 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 احنا قاعد نقول لك ان الجمعيات العموميه اول شيء كم كان؟ كم؟ ثلثين الحين احنا بالنادي العربي حطينا انا 200 واحد يقدرون ينادون جمعيه عموميه غير عاديه 200 شخص يوقع 200 شخص يوقع كل واحد بروحه جمعيه عموميه هاي غير عاديه هاي صدق غير عاديه عادي. تطلب ايه جمعيه عموميه كم شو تقول غير عادي اكو انديه ظلت سنوات من اكبر الانديه اللي انت تنادي فيها عدد اعضائها 250 اي بس نسبه وتناسب انا اعطينا اي نسبه وتناسب دكتور اي إيه إيه لان اعضاء الجمعيه العموميه يبون هذا المجلس يستمر الان في الانديه اللي توقع خمس دقائق لانها مؤيده مجلس اداره طيب. لو مو مؤيده مجلس اداره طيب. مثل ما صار بعض يعني الانديه يعني كلامنا انت شنو؟ يعني اذا الجمعيه العموميه اللي تايد مجلس الاداره إيه؟ تقاعست عن محاسبته فيما لو كان مخطئ إيه؟ من المرجعيه شنو من المرجعية اللجنة الأوروبية قلنا لك ما يجوز الناس لا هو يقول هو يقول ما يجوز ليش ما يجوز ليش ما يجوز وفق القانون ما يجوز أي قانون قانوننا المحلي احنا ما رحنا وقعنا ورحنا وهذا اللي طالبينه منك اللي وقعوه مجلس أمة ليش سوى هذا؟ هذا كله سووه علشان الوزراء اللي راحوا وعلشان اللجنة الأوروبية الدولية ممتاز. ندفع دكتور اللجنة دكتور صقر شو ملاحظات دكتور تفضل ملاحظات الحين لا دقيقة واحدة اللجان الأوروبية الدولية احنا رحنا لهم ولا هم يونا لا لا بس احنا شلون تدخل احنا فتنا وتالي يونا شنو فتنا ايه ناس انديه راح تشتكي على القوانين المحليه اشتكيت ويونا بعد هذه ما تعرفها ابو محمد واحد بروح يشتكي خليه يروح يشتكي ها عيل انت تقول انت سؤال هذا سؤال لا انت سالت انا جاوبتك انا قلت لك اللجان الاولمبيه الدوليه بالاول يوم انتسبنا لها تبي رايي ايه؟ ها اللجنة الأولمبية الدولية لجنة أو منظمة عبارة عن منظمة دولية راعية للفساد فيها فساد والمفسدين ما فيها فساد في كل دول العالم تقصد أي لجنة لجنة أولمبية دولية تبي القدم علشان لا لا لجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم في فساد أكبر مؤسسة فاسدة في العالم فيهم على كيف لا مو تقارير هذه تقارير تقارير زين زين معلش تقارير ماكو اثباتاتها وحلوا اللي اثبت عليه شالوا اي واحد اثبت باللجنه الاولمبيه لا في ناس قاعده الوحيد اللي اللي قبل بان تتولى منظمه خارجيه التحقيق في قضيته طلع براءه محمد بن همام طلع براءه برئته اللجنه اللي المحايده اللي ابوها من برا بينما اللجنه اللي كان يحركها بلاتر من الداخل ادانتها 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 احنا علينا بالاهم دكتور ملاحظاتك اسس قبل اطلع فاصل انا بتعطيني ملاحظات بطلع اقول كل اللي قلته انا تفضل شنو قلت ما معود ما درينا في النهايه يا ابو محمد قصيتني كل هالقد ما قلت قاعد قاطعونا قاعد قاطعونا ما قاعد قاطعونا في بدايه وقت يا سوق محمد انت ما قاطعت اللي قاعد يلا يلا تساسرون وين تساسرون ولا تساسر في تساسر تساسرون لا طول يلا دكتور تفضل دكتور تفضل دكتور تفضل اولا قال انت النقطة اللي في البداية بديت فيها اللي انتم تطرقتوا لها بعدين، في البداية انا حطيت النقطة قبل ما تصرفوا فيها للمرجعية اللجنة الأولمبية. أولاً أنت قاعد تقول في اتفاقيات تمت بأن المرجعية للجنة الأولمبية، أنا نعم. أولاً خلافي بأن القانون لو كان ذاكر بأن المرجعية للجنة الأولمبية كان هذا كلام آخر. رقم اثنين إذا تبي تسولف الميثاق الأولمبي ما قال أن خصائص كان يتكلم أن اللجنة الأولمبية ممكن تصلح بين الهيئات الرياضية، هذه ما فيها مشكلة. لكن ما تكلمت بأن اللجنة الأولمبية ممكن تعتمد نظام أساسي هذه إن كان لها مخرج لها مخرج لكن ممكن ما الآن أنا مو في أنا في مسألة أساسية إذا أنت تبي المرجعية إلى اللجنة الأولمبية الكويتية اللجنة الأولمبية الكويتية أنا مصر بأنها ما زالت غير موافقة للقانون
مو غير مو سالفه غير موافقه للقانون. انا لما تطرقت لما اقول لك تكفى اقول احمد الفهد تقعد تقول لي بعد شيء في شيخ انت الحين تجيب اسمه لا يا الشيخ احمد الفهد لا لا خلك شيخ احمد الفهد يزعل يزعل صاحبك صاحبك لا هذا احمد الفهد يبا ولا شخص ولا شخص ما ينتقده كمسؤول بلا كان مسؤول خلاص لا انا قاعد اتكلم لا ينغز انت من ينغز من ينغز يا ابو يا ابو محمد انا قاعد اقول لك انا من وجهه نظري لا ما قاعد خليني اسولف يلا يلا ابو محمد ما قاطع يلا دكتور تفضل انا من وجهه نظري انا قاعد اقول لك انا لا انا ابي الشيخ احمد الفهد هو رئيس اللجنه الاولمبيه الكويتيه عشان انت تكون عشان انا راضي عشان تعرف لا لا مو راضي بالعكس انا اتشرف بوجود الشيخ احمد الفهد لانه شخص له علاقات دوليه فانا بالعكس هو شرف لي اني امثل شرف لكل الكويت لكن انا قاعد اقول وجوده الان في القانون 5/2007 ان هو لما يدخل الى مجلس الاداره هو لازم يكون ممثل لاحد الاتحادات هو مو ممثل لاحد الاتحادات فأنا هذه نقطة خلافي الأولى يقصد في التأسيس اللجنة هو يقصد ماشي في هذه النقطة فاهم له فاهم له والله أنا عارف كل كلمة هذه النقطة الأم أيوة شوف تتخيل أتعرف كل شيء ما خلينا نكمل عارف كل النقطة الثانية أنا عندي إن مجلس الإدارة المشاهدين أبو محمد المشاهدين لازم مشاهدين لهم حق تفضل دكتور أساس عندي فاصل أنا والله قاعد أرفع صوتي عشان أوصل بس التون لا لا ما أصلح خليك لكن أنا قاعد أقول لك أربع سنين انتهت الدورة حاليا ما في دورة أنا الحين اللي أبي أوصل له كيف انت تبي تقر انظمه اساسيه فرضا من مكان ما له شرعيه ما له وجود هذه وجهه نظري ما له وجود فانا كيف انا ما له وجود اعتمد انديه انا بقول لك شغله ثانيه شلون يتم التعديل هل يتم التعديل من الانديه تنتخب الاتحادات ثم الاتحادات تنتخب اللجنه الاولمبيه ولا احنا داشين على طول بالنص في الاتحادات هي فوضى احنا الان قاعد نمر في فوضى يا ابو محمد ما هي مساله شيء فانت لما تقول المرجعيه للجنه الاولمبيه حتى وان كان كلامك صحيح حتى وان كان في هناك مخرج اللي انا اتكلم عنه لكن ما انا في صدد الحديث عنه اليوم لكن اللجنه الاولمبيه حاليا بوجهه نظري هي غير مؤهله لاعتماد نظام اساسي لان هي غير موجوده اصلا انا الان ما لها صفه اعتباريه يعني لها موعد انتخابات فات المفروض انك كان انتهت وين اللجنه الاولمبيه الحين ممتاز لا عندي فاصل محمد فاصل برجع لك على طول وين فاصل فاصل عندي من تزمين باعلانات يا ابو محمد فاصل قصير وانتم على هي اللي اعطتكم الاوليه حتى تطبقون القانون ما اعطت ولا شيء الهيئه صدق فلوس تعطيكم فلوس احنا قاعدين جمعيه فلوس عشان تعطيكم تعطي فلوس الهيئه اي مو هذا هو اللي مسكت الانديه شلون مسكت الانديه اذا تمسكهم الهيئه بالاساس وزاره الشؤون ليش قلت لك اول ايام وزاره الشؤون احسن وزاره الشؤون ما دخل نفسها تبي تسيطر على الانديه من يوم مدراء الانديه كل مدير الهيئه يوم يوم المدراء كل واحد يبي الأندية كلها تابعة لهم وكل ساعة يطلبون منهم أي طريق كانوا يمسكونه من ناحية الفلوس من ناحية المالية نعم. ما يعطونهم ولا يصرفون لهم وإذا صرف لهم متأخرين أحد نادي لعوزونه مثل ما لعوزونا إحنا أنت من أول ما يتعى الهيئة ما يبطار الحكومة الهيئة من يعطيها فلوس من الحكومة اعتراف الجزء ما قاعد يتاخر ليش مو لان الماليه ما تحول مبالغ للهيئه انت ما تنتقد الحكومه بس الهيئه ابو ليش ما يطلع يتكلم رئيس الهيئه قال طلع عندي مرتين ورا ليش ما طلب من اعضاء مجلس امراء يوميون في الهيئات الرياضيه خلي يروح يتكلمون هذا المجلس ما تدعي المعلومه انت هذا محمد يعني ما ادري عنه انا اروح حق الهيئه انا الهيئه ما احبهم ليش ما يطبقون القانون انا بتطبيق القانون ابي تفعيل دور الجمعيات العموميه علشان نحاسب مجالس ممتاز. الادارات ممتاز. الهيئه ما تبي هي اللي تتخذ القرارات انا قاعد مع قلت لك مع كل المدراء ابو محمد كل واحد. انت حليت مجلس اداره نادي منو انت من خلال جمعيه عموميه حدين بس هو سوى ما سوى شيء ويا حكم ما طبق فهد الفلاح سوى انا عندي حكم محكمه تنتقد فهد الفلاح انت؟ طبعا من فهد الفلاح؟ لا 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 دكتور اي والدكتور شنو بالرياضه؟ بالرياضه شنو؟ مدير عام لا كلا مناصب منظم منو منو يابو انت تبيني انا طب في زياده لا 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 يابو كان مع الشهيد ما اشتغل مع الشهيد كان الشهيد فهد الاحمد يابا وبعدين مع عيسى دشتي كونوا اللجان هذا كله ادري انا كنت اقعد هناك لا تعلمني الاشياء اللي ما اعرفها يعني انت تنتقد يقلبون عليه المواد اي انت طبعا انت انا عندي حكم محكمه ليش ما نفذ وانا اعطيك مدير هيئه حل نادي الكويت حل نادي الجهره حل نادي الساحل يوم وصل عند العربي طق بريك كلهم نفس الموضوع ليش ليش
أقول لي ليش هذا القانون ما يطبق مدير الهيئة على مزاجه، يبي هذا يعلن له. أنا قال لي مال رئيس الساحل ذاك الوقت قال لي روح له قول له أنا وياك. قلت أنا وياه، أنا بسمع العربي بتعرف شيء واحد، أنا ما ويا فلان ولا فيها مع القانون. القانون مثل ما طبق القانون ولا العربي، بس شلون مدير عام ما يطبق قانون ما يطبق حكم محكمة؟ أول شيء القانون كان حولت النيابة دام ما طبق حكم المحكمة. حولت المحكمة خلاص طبعا طبعاً حولت بعدين، بس ايش عقبه بعدين أمور في النهاية أنت موضوعنا ثاني. احنا موضوعنا احنا نحكي عن أنت هذا القانون. انت تبي دور اكبر الجمعيات العموميه عدل. هذا القانون اعطى دور اكبر الجمعيات العموميه وهذا دون ان يضع مرجعيه خلي يشير الهيئه. ليش ما يشيروني وليش ما علموني وليش الحين يتكلمون الهيئه؟ ما محمد الهيئه الحين عليهم اكبر مسؤوليه. ليش عليهم اكبر مسؤوليه؟ يقول انا ما اقدر احلك وفق القانون، ما اقدر احلك القانون يحلك. اول شرني انت تقدر تشرني مثل ما اشرت النظم الاساسي. ما طبقت الشروط انت كل الشروط طبقت. اعتماد النظام الاساسي وين؟ واي عطيه جمعيه في الماده سمو قانون خمسة، قانون خمسة اللي طبقوا لها هي متفق وياك محمد. هو متفق وياك لا اخترت اعتماد النظام الاساسي. هذا اللي كنت اقوله من البدايه. انت متفق وياهم معناته القانون هذا في مصيبه اللي عطانا شرط تعجيز اللي تجيب ثلثين. لا يبا الحين ودوه، الحين ودوه حق اللجنة الأولمبية. معاك يا ابو محمد ايضا مع اللجان الأولمبية الدولية ان المرجعية اللجنة الأولمبية الدولية شكل اللجان. انا ابو محمد قاعد اقول ايضا حتى وان كان انا قاعد اقول انا بمشي حتى على رايك انت راد اللي تقول ان الجمعية العمومية الحالية خطأ عدل اللي الغلط انه ما يسوى انتخاب. منو اللي مفروض يحاسبهم؟ لا ابو محمد سؤال من المفروض يحصل محمد خلينا نكمل نقطتي يا ابو محمد تفضل. انا قاعد اقول انت تسولف على اللجنه الاولمبيه كمرجعيه، انا قاعد اقول لك حتى وان كانت لنفترض بان كلامك صحيح بان اللجنه الاولمبيه هي المرجعيه، كان من المفترض بان تضع في القانون بغض النظر عن المراسلات اللي صارت. يعني انا قاعد اتكلم بناء على قانون، انت تبي تروح تيجي تكلمني والله صارت مراسلات وطلع لي اوراق وما شنو، تنتهي باوراق يا ابو محمد اللي موجوده في قانون. زين. احنا اليوم قاعد نتكلم عن قانون ما قاعد نتكلم على مراسلات على هذا على القانون ان تم بناء على مراسلات، لماذا لم تضع هذه كلامك على راسي. بس تسلم تسلم راسك يا ابو محمد ما قاعد اقول شيء. عيل الهيئه وينهم؟ الهيئه ايه؟ الهيئه من وين ما خاطبت الهيئه؟ زين طال الهيئه خلونا في موضوع يعني الان حالي مثل الهيئه. ايش رايك في الاسماء اللي دخلت الهيئه العامه شباب الرياضه؟ نعم فيهم كل شخص. انا كل شخص صح انت محمد نكلمك كمسؤولين وسي في تقولون نعم فيهم. ندري ونعم فيهم يا ابو محمد شنو اقول لك؟ بس ابي رايك بالاسماء. انا اعجبوني شنو والحين مؤيدهم بان شالوا صلاحيات عن مدير الهيئه وهذا خطا كان من رياضه والعنصر. أنا خليه بروحه يقرر كل شيء وانا شنو عيله هذا الهيئه هالمجلس اداره جايبينهم شنو كراسي؟ لا محشومين محشومين لا ها محشومين تحركوا خذوا دورهم. نعم اللي ياخذ دوره مثل خالد الغانم ليش اشتكي على مدير الهيئه؟ لانه راح ما طلب التفويض. اول مو بس تفويض، اجتماع مجلس اداره يا ريال ما نادها يصير ما تنادي ريال اجتماع مجلس اداره. ما عندي معلومه مثبته الأمانة يعني عندكم مثبته ولا لا 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 مو انا مو عندكم انا معاك ترى لا معاهم ولا معاهم لا ما قلت لك عن وعاي ولا وياك. انا شو اقول لك؟ الهيئة يجب تطبق القوانين. لو الهيئة تطبق القوانين أمورها تنحل؟ كل أمورها تنحل إن شاء الله. يعني الجمعيات العمومية إحنا دزينا لها ويمدوب مالهم مثل ما يروح. لا ما يكتبون بالتقرير أن صار كذي والاقتراحات ويقولك ما يصير الاقتراحات إلا لمن سجلنا وقد أزمة الفترة القانونية. أبو محمد أنا أعطيتك وقتك محمد هني أصب عبد كريم. تشكيل الخطوه اللي اتخذها انا ادري هي مو قضيتنا الجوهريه بس هذه وايد ماخذ زخم في الاعلام وانت ايضا يعني ممكن تناولت هالقضيه بجلدتك. ابو محمد معيد اللي سووه الاخوه في مجلس اداره يقولك ان حقهم انه يسحبون صلاحيات للرئيس. بدون شك هذا حقهم هذا 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 حق لهم يعني لان بالاساس وفق القانون هذه صلاحيات مجلس الاداره. نعم يفوض عاده فيها. يفوض مجلس الإدارة صلاحياته
للمدير العام لتسهيل العمل. نعم. لا أكثر ولا أقل لتسهيل العمل. نعم. الآن الإخوان ارتأوا بأن هذه الـ يعني الصلاحيات يجب أن تعود إلى مجلس الإدارة. نعم. حتى يتفادون الدخول في 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 مشاكل أو 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 متاعب قانونية. نعم. هذا حقهم. نعم. لكن المأخذ أنا حسب وجهة نظري بأن كان يجب أن يعني يكون اجتماع كامل النصاب بما فيه وجود الرئيس. نعم. ويعلم الأعضاء مبكرا بأن هذا الموضوع سوف يطرح للنقاش. نعم. اللي حصل كالآتي أن الرئيس مسافر. الرئيس مسافر اللي وجه الدعوة السيد المحترم سامي الإبراهيم. نعم. ولؤي نعم رئيس مسجد بالاتفاق مع الأخ فيصل الجزاف. نعم. بأن هناك اجتماع. نعم. المجلس الإدارة والأخ فيصل أيضا يعني قدم رحب في هذا الأمر وأن كل التسهيلات موجودة. نعم. لكن موضوع التدوير أقصد موضوع سحب التفويض كنت تتمنى وجود الرئيس بس يعني على الأقل لبيان وجهة نظره. وإذا أصلا كان هو يعني يريد هذا التفويض ولا لا يمكن يوافق يعني. أنا شخصيا أعلم. والأخ فيصل الجزاف قبل هذه المرة في وسائل الإعلام في واحدة من المقابلات التلفزيونية. نعم. هو قال إن يعني في أمور في مجلس الإدارة من بعض الأشياء اللي أنا مفوض فيها طلبت من مجلس الإدارة مش هذا المجلس الإدارة مجلس الإدارة الأساسي إن لا تفوضوني فيها من ضمنها كان حل الأندية. علشان كذي تذكرون قصة حل الأندية إن مجلس الإدارة حلها مش مجلس الإدارة هو اللي اتخذ القرار. نعم. وكلف الأخ حمود فليطح بمراجعة قانونية. نعم. مع الأخ. نعم. هذه يعني هذه النقطة الوحيدة. نعم. بموضوع لا لذلك كان الأخ سامي الإبراهيم. نعم. والأخ علي مروي امتنعوا في هذا وأيضا هناك بعض الأعضاء كانوا يعني كان هذا طلبهم فلننتظر نؤجل. نعم. إلى. نعم. حين وصول الأخ فيصل. نعم دكتور يعني شفنا بالإعلام يعني الكل قاعد يبين أو يعني التمس من سحب الصلاحيات من رئيس مجلس الإدارة أو البحث في سحب الصلاحيات أن هناك صدام بين الوزير المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف يعني كأن في صراع ما بين وزير الشباب ورئيس الهيئة أو أن مؤامرة أنت برأيك إيش يعني؟ أولا أبو جمرة بتطرق إلى نقطة أن يعني حتى وصل وجهة نظر أحد أعضاء مجلس الإدارة يعني لأن أمانة في قناتنا إذا أحد المسؤولين قال لنا نقول وجهة نظر فنحن راح نقولها. هو بوجهة نظر أحد أعضاء مجلس الإدارة يقول بأن اللواء المتقاعد فيصل الجزاف كان يعلم بأن هناك اجتماع هيحصل في 15/9. نعم. وأن هذا الاجتماع كان بخصوص أن سحب الصلاحيات فحتى تصل الرسالة بأمانة هذه الرسالة وصلت. لكن أنا بقول هل هناك صدام بين الوزير وبين الهيئة العامة؟ طبعا شو دخل الوزير؟ الوزير يمارس صلاحياته في مجلس الإدارة هذا. نعم. رقم واحد ما دخل الوزير وين صدم الوزير أنا ودي أفهم. لأن في بدء هذا مو أنا أقول أنا يعني أنت أول مرة تسمع المعلومة. لا مو أنا أول مرة أسمع المعلومة لكن أنا يعني حتى اللغط اللي حصل بعد الكل قاعد يكتب أن هناك صدام ما بين الوزير لا دخل في كل حالة وما أنا قاعد أقول شيء واضح أن الوزير يمارس صلاحياته من خلال مجلس الإدارة من مجلس إدارة الهيئة. نعم. مجلس إدارة. نعم. وفق القانون أنا مو كلامي أنا فإذا أي شيء يحصل من مجلس الإدارة فمجلس الإدارة هو المحاسب. يعني ترى الحدث طبيعي ما في مؤامرة أو مؤامرة على شنو؟ مؤامرة على شنو؟ أن الوزير بقيت صلاحيات المدير العام هذا مثل ما ذكرت بعض الصحف. هو حق ولا مو حق رقم واحد. هو حق ولا مو حق. حق. فإذا المؤامرة تصبح في غير الحقوق هي رقم واحد. فأنا تعتقد أن في مؤامرة ما هذا لا كلام مو صحيح. أمور طبيعية وسليمة ترى. ناس يبون يأدون دورهم. ناس يحترمون نفسهم. نعم. أنا مجلس إدارة. يا اكون مثل الكرسي ما فوضت الرئيس ولا مره انت اي رئيس لما كنت مجلس اداره نادي العربي انا ممكن افوض الرئيس بس في امور وبقرار من مجلس اداره مو كل شيء على طول بعدين بوجار حتى تتضح الامور انا سمعت انه ترى في اجتماع ثاني لتحديد الصلاحيات هذا حسب اللي ما سمعت في اجتماع, يعني في اجتماع ثاني راح يكون الاخ العزيز اللواء فيصل الجزاف موجود فاذا القضيه انا يعني حتى تمنيت ان تكون متبلوره بشكل كامل حتى ابو محمد بعد قصيتني قص قصيتني وانا انا شو اقول في بعض الاحيان انه ممكن مجلس اداره الهيئه في مجال معين في شغله معينه يفوض بس مو على طول وياخذ كل القرارات ومخليهم وضحت نقطه محمد لا وهذا شيء جيد لا وضحت واحنا كرياضيين نؤيد
هالاسلوب ان اي واحد ان الكل يعمل الكل يعمل اعضاء المجالس الادارات تاخذ دورها. نعم كل مجالس الادارات نعم. تاخذ فاصل قصير اخير ومن ثم نعود الا بعض النقاط السريعه يعني نتكلم فيها. ويعني في عندي والله عده محاور بس يعني الوقت قاعد يسرقنا. بس ودي اتكلم عن يعني اتحادات الانديه دامها بشكل عام. يعني اتحادات الانديه يعني اتحادات الرياضيه بشكل عام يعني مش الانديه. اتكلم عن اتحادات الرياضيه. هذه مصيبه اخرى. رايك ان الحين قاعد نشوف ان في الان انتخابات مقبله قبل انتخابات الانديه صارت. بالضبط. انا هذه عندي وجهه نظر واضحه في هذا الموضوع. المنطق يقول بان الأصغر يتكون ومن بعد ذلك يكون الأكبر. نعم. فبالتالي يجب أن تشهر الأندية قبل أن تساهم هذه الأندية بإشهار الاتحادات. هذا الاتحاد الآن ترى قاعد يمشي بنفس البروسيجر لازم تمشي فيه الأندية. نعم. بس الاتحاد يعني سهولة تحضير الجمعية العمومية. الجمعية العمومية غير العادية. نعم. غير الأندية. لذلك يعني ما عندهم مشكلة. لكن هل يجوز بأن نادي قد يحل بعد 3 شهور وإذا لم يحل خلنا نفترض أن أي نادي قدر أن يجمع جمعية عمومية. نعم. زين وأقر نظام الأساسي وبعد ذلك القانون يقول أن خلال 6 أشهر من بعد الإشهار يجب أن يعني ينتخب مجلس إدارة. نعم. هذا النادي لم ينتخب مجلس إدارة جديد وهو غير مشهر يساهم في اختيار اتحاد لعبة. سيستمر لمدة 4 سنوات يشرف على مجلس إدارة قد يكون جديد شلون؟ علشان كذي تصل العملية ما فيها ترتيب يعني. كل القوانين السابقة كانت تضع الأندية قبل الاتحادات. الآن هذا القانون وفق التنفيذ الآن يعني جاب لنا الاتحادات ها واللي اكثر من هذا. ابو محمد يقول مرجعيه اللجنه الاولمبيه وانا اتفق مع صقر في موضوع اللجنه الاولمبيه. الاتحادات هي اللي تشكل اللجنه الاولمبيه. بالتالي الان عندنا بعض الاتحادات بعد ما استكملت وضعها القانوني لم تشهر يجب اشهارها علشان تسوي جمعيه عموميه وبعدين تسوي جمعيه حق اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه معناتها الان وضعها ما يسمح لها ان تكون مرجعيه حتى لو لمشكلها يعني لمشكلها يعني مشينا في ان الراي اللي يقول ان المرجعيه بالنهايه اللجنه الاولمبيه. لذلك ارجع واقول علشان لا اخذ وقت كثير وانت عندك ما غطينا هذا القانون هو قانون فوضى قانون معيب. نعم. ادخلنا في حيس بيس. نرجو من القائمين على الرياضة في مجلس الأمة وفي الحكومة العمل على تدارك الفوضى التي سوف تعم والأزمة التي سوف تدخلها الرياضة. نعم. الكويتية بعد. نعم. أشهر قليلة. نعم. دكتور يعني الآن الفترة الأخيرة مشهد الرياضي شنو ممكن الحل الآن؟ يعني قال لك عبد الكريم أن لابد السلطتين. هل تأيد أن لابد السلطتين أن يكون لهم اسهامات في تعديل القانون؟ ابو جوهر انت الان قاعد تعطينا في وضع احنا كلنا في حيره يعني. لكن الان مجلس اداره الهيئه العامه للشباب والرياضه عليه دور كان صعب يعني في وقت ضيق. انا ما يعني للامانه يجب انت انا وجهه نظر تشكيل لجنه عليا من جميع توجهات الاطراف ممكن مشاركه جميع يعني ما هي فقط سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه ايضا يعني الوضع جدا صعب حاليا الفتره ما تسعفنا. واتوقع يعني ان احنا دخلنا في الديدلاين الحين والايام راح تبين كل شيء يعني. نعم محمد ويوهر الحين وقت المرسوم الضروره مو ذاك الوقت مرسوم ضروره الان الوقت. الان لما نعم. نقول اكو مرسوم ضروره وقلنا ذاك الوقت ما كان في حاجه. نعم. نعم ما كان في حاجه وطلعنا في قانون مسخ. الان احنا في حاجه الى سواء مرسوم ضروره او انتظار الى دور انعقاد اللي اصبح قريب جدا. نعم. لكن تعديل سريع. نعم تعديل ضروري للتوضيح. ابو محمد كلمتك الاخيره وقبل كلمتك الاخيره هل الجمعيات العموميه اذا اعطتها ماذا خلينا نقول كل الصلاحيات قادره انها تدير انديتها؟ اول شيء انا اختلف وياه. شنو تختلف وياه؟
ما عندك لا دقيقة محمد، لا يطلع مرسوم ولا شيء، بس الهيئة تطبق قوانينه وتشهر الأندية الحين. نعم أنت مصمم أن تشهر حتى لو ما تماشي مع القانون. وهذا المنطوط فيه سبب كل اللي احنا فيه. نعم أنا أيدهم أن الاتحادات اللي صار فيها الانتخابات وين الهيئة ما تحركت، وين ما تعلم العالم، وين ما ندز كتب. نعم. عنده وزير، عنده مجلس إدارة. نعم. ما تقول لهم تعالوا ترفع كل هذا. هذا واحد. كلمتك الأخيرة محمد. إيه ما بقالي. أنا بالجمعيات العمومية هي اللي تحاسب تأخذ دورها وتأخذ دورها الجمعيات العمومية ونقلص الثلثين اللي هذا ما وين يبين. نعم. الناس هذا تعديل الثلثين. هذا تعديل يعني يحتاج تعديل. أبي يعدلونه. مو هذا قاعد أقول. المجلس أنا يعدل. أبي تعديل يعدلون الثلثين. إذا أنا بناء على كلامك يحتاج تعديل. إذا تعديل القانون. شنو؟ إذا تعديل القانون؟ لا القانون موجود خليه يشهره. كل نادي لحين ما انشهر عشان يعدل. ممتاز. أنت قريت أنا طالب النادي العربي علشان أبي أعدل، مو أنا اللي مسوي نظامي، مو مسوي الهيئة النظام. محمد ما بقى النظام موجود إحنا ماشيين عليه. المفروض هيئة نادي الأندية تأخذ آراها دزولها. الحين إحنا دزينا له، ليش ما انتقد نظامنا؟ نعم. ليش ما رد ودزول النادي العربي؟ محمد قاعد يكرر الكلام يا أبو محمد، مو بقال بختم بختم بختم. أنا هم قاعد يروحون ويقولون أن لازم ما إحنا بحاج لمرسوم. المهم أنت اعترفت بالجامعة والدولة مشكور. ومجلسهم يدرون ويدرون الاتفاقيات مشكور الخارجية واللي اتفقوا. نعم. عليه. ولازم الهيئة تقوم بدورها. نعم. الهيئة ما تقوم بدورها. ممتاز ممتاز. مشكور يا أبو محمد على حضورك معنا في البرنامج وسامحنا إذا أزعجناك ولا شيء. أخي وعبد الكريم الشمالي كل الشكر لك رئيس قسم الرياضة يعني في جريدة الجريدة، مشكور على وجودك وقبولك الدعوة. أنا سعيد. سعداء اليوم بوجودك أنت وجاسم عاشور بلا شيء. الحمد لله فرصة سعيدة في تبادل وجهات النظر. وما زال هو مصمم ان ابوك شويت، هذه اكثر نقطه كررها. وبعد ما هذه ما يقدر يختلف فيها حتى بكلمتي الاخيره تقاطعني ابو محمد. انا اتوقع حاليا ان كان في حل هناك فممكن من الماده الرابعه من القانون في اجراءات الاشهار والتسجيل. في النهايه اشكرك على وجودك. طبعا انت انسان عزيز جدا علي ورحت معك في وجهات النظر، يعني لك معزه ولولدك حتى معزه ولاخوانك كلهم. اختلفنا عشان رياضة. ملعز كل الشكر دكتور صقر ملا وتمثلنا طبعا بالخاتمة هذه، وشكر لعبد الكريم الشمالي رئيس يعني الصفحة الرياضية في جريدة الجريدة وجاسم عاشور العرباوي. كل الشكر لهم. اليوم حاولنا أن نقدم يعني مناظرة ما بين طرفين اتجاه يعني الأزمة الرياضية الحالية. الكل اتفق أنه لابد أن تكون في حلول، يختلفون في المعالجة، يختلفون في حل الأزمة، ولكن الذي يعني لا يختلفون فيه أن لابد تكون هناك وقفة جادة ومسؤولية جماعية من الجميع حتى نساهم في تطوير هذه الرياضة ويعني الخروج من عنق الزجاجة. أنا محمد جور، حياتي لكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.